تجيب الماتيريال ماشي. احنا كان المقصود المحاضره اللي فاتت ان احنا نلم الموضوع كاملا. هنمشي بقى في ترتيب الماتيريال وهتلاقي اللي قلناه كله موجود في الماتيريال ده. فاستاذنك افتح معايا شابتر الفاينانشال اناليسيس سلايد نوتس. تمام كده؟ تمام. احنا قلنا الفاينانشال ايه حضرتك؟ لونج. انا هراجع بسرعه ماشي عشان نخش في الجديد. قلنا الفاينانشال لونج تيرم، يعني على مدار البروجكت لايف 10 سنين 20 سنه 30 سنه هتبقى لحضرتك. وقلنا بدايه شغلنا ان احنا نحول التكنيكال ستادي الى كاش اوت اناليسيس، والماركت ستادي الى كاش ان اناليسيس. يبقى انا احول الدراسه بتاعتي الى كاش ان كاش اوت، الى كاش ان كاش اوت. وقلت لك ما تنساش ان التايم از ماني. التايم از ماني. المثال اللي دايما بقوله، لو انا معايا 1000 جنيه بعد 3 سنين هيبقوا 1331، واثبتناها على السبوره معانا. يبقى احنا عندنا قانون، القانون الاساسي بتاعنا ان الفيوتشر هيساوي البريزنت في 1 زائد اي اس اي. خد بالك القانون ده اللي تم استنتاج جميع القوانين بتاعت الانجينيرنج ايكونومي من القانون ده. يعني لو دخلت في تفاصيل الانجينيرنج ايكونومي هتلاقي عندنا اكتر من 10 قوانين. احنا مش محتاجين غير القانون ده بس، ده السورس بتاعه. الباقي بقى حاجات ايه خاصه من القانون ده. ماشي. يبقى انا عندي ايه حضرتك؟ فيوتشر يساوي البريزنت في 1 زائد اي اس ان. انا براجع لسه. يبقى انا عندي كام بارامتر؟ كام فاريبل؟ اربعه. فيوتشر وبريزنت واي وان. دايما ثلاثه معلومين واحد مجهول. لازم كده، دايما ثلاثه معلومين واحد مجهول. يعني لو انا مديك البريزنت ومديك الانترست ريت ومديك النمبر اوف ييرز هتقدر تجيب الفيوتشر. طيب لو انا مديك الفيوتشر ومديك الاي ومديك الان هتقدر تجيب البريزنت. لو انا مديك الفيوتشر والبريزنت ومديك الان هتقدر ايه؟ هتجيب الانون بتاعك اللي هو الاي. وفي الحاله دي لو الاي انون بنقول عليه ايه؟ ها؟ مين فاكر؟ انترنال ريت اوف ريتيرن. ده القصه كلها. الباقي افكار. الباقي افكار. طيب بعد كده قلنا لك ما تنساش الكاش فلو. الكاش فلو ده الاساس، سواء هتدخله الاكسل سواء هتحله مانيوال. الكاش فلو عباره عن ايه حضرتك؟ على ممكن يبقى فيجر لو انت بتشرح، او تيبل عشان تدخله الاكسل. في عندي كابيتال انفستمنت ده بريزنت. في عندي انيوال كوست وانيوال ريفينيو يبقى ده انيوال. وفي عندي فيوتشر زي السالفج زي كذا يبقى كمان في فيوتشر. تمام كده؟ يبقى دي ايه؟ الخطوط العريضه بتاعتنا. طيب بعد كده قلنا ايه؟ عندنا بارامتر اساسيه، انديكيتور اساسيه، قلنا اكتر منها بس الموست كوبن في اكتر من 80% من الدراسات ما يخرجش عن الحاجات دي. قلنا عندنا البي باك بيريود، فتره استرداد اصل راس المال، وعملناها مع بعض. البعض يسميها بريك ايفن، بس بريك ايفن لوحديها غلط، لان عندنا بريك ايفن كوانتيتي دي ايكونوميكال. دي هنا يبقى انت هتقول عليها بريك ايفن ايه؟ بيريود. بريك ايفن بيريود يعني فين البيريود اللي انا استرد فيه اصل ايه؟ اصل فلوسي. لا يمنع نسميها كده، بس تقيله شويه، لان دايما معروف اما تقول كده بريك ايفن يبقى بنتكلم اوبريشنال. ايه كميه الانتاج؟ ايه حجم الاعمال اللي عندها ايه؟ الكوست يساوي الريفينيو، اللي عندها الربح يساوي صفر. طبعا هنا ما تقصدش كده، تقصد ايه؟ ايه عدد السنوات اللي انا هسترد فيهم راس ايه؟ راس المال. ماشي. البعض ايه؟ دايما انا ما اعرفش ايه الدراسه اللي هتبقى تحت ايدك، فدايما هديك افكار. وزي ما قلت لك المره اللي فاتت متعمد اترجم بالعربي لان اغلب الدراسات عندنا عربي. ده اسمه كده فتره استرداد راس المال، او اصل راس المال. خدت بال حضرتك ليه؟ انا مثلا مشروع 6 سنين واسترديت فلوسي على 4 سنين، يبقى العائد بتاع السنتين ده هيبقى ايه؟ ده الريتيرن بتاعي، ده الريتيرن النت انكم بتاعي. خدت بال حضرتك؟ فلازم في البي باك بيريود نجلكت التايمز ماني. خد بالك من دي، انا عاوز استرد ايه؟
تاني انا اشتريت حاجات ب 10 مليون واسترددتهم من لغايه السنه الرابعه، يبقى العائد بتاع السنه الخامسه والسادسه ده الايه؟ ده صافي ايه حضرتك؟ صافي العائد بتاعي. يهمنا كمان النت بريزنت فاليو، بس شرط النت بريزنت فاليو ان الاي ايه؟ الاي جيفن. ايه هي الاي؟ لاما الاي بتاعت اللون بتاعت الكارد، لاما الاي اللي انت عاوزها. بتقول ايه؟ انا مش هقبل اقل من كام؟ من 10%، من 20%. يبقى ممكن هنا الاي تبقى الانترست ريت بتاعت البنك بتاعت اللون، او المينيمم اتراكتيف ريت اوف ريتيرن. وقلنا لو انا حسبت النت بريزنت فاليو بالاي الجيفن لو طلعت زيرو يبقى الانترنال ريت اوف ريتيرن كده من غير ما احسب يساوي الاي، لو طلعت نيجاتيف يبقى اقل من الاي، لو طلعت بوزيتيف يبقى اكتر ايه؟ هنرجع تاني. طب ايه بقى الانترنال ريت اوف ريتيرن؟ يبقى ده النقطه اللي ايه حضرتك؟ النقطه اللي بتكمل النت بريزنت فاليو. هيظهر عندنا في بعض الدراسات حاجه اسمها بروفيتابيلتي اندكس، هنشوفها دلوقتي. ده تطوير للنت بريزنت فاليو، يبقى برضه لازم الاي تبقى ايه؟ تبقى جيف. طيب بعد كده عندنا الانترنال ريت اوف ريتيرن. انترنال ليه؟ في ضوء الحسابات دي كلها، في ضوء الكاش ان كاش اوت اللي عندي، وعلى مدار عمر المشروع انا حاقق انترنال ريت اوف ريتيرن ده. اخر حاجه عندك قلنا لك دي جيفن الايه؟ المينيمم اتراكتيف ايه؟ ريت اوف ريتيرن. احنا بنراجع يا جماعه بس ماشيين بقى بترتيب الماتيريال دلوقتي. جيفن ليه حضرتك؟ بيختلف من واحد للتاني. لو انا ايه؟ لو انا حاطط فلوسي في الحساب الجاري ما باخدش عليها فوائد، قلت لك اديك 15% هتتبسط، صح كده؟ طيب لو واحد حاطط فلوسه في بنك بياخد 15% مش هيقبل اقل من 20%. طيب لو واحد بقى مشغل مشروع فلوسه في مشروع ناجح، فلوس الشركه يعني، مشروع ناجح بياخد 25%، يبقى مش هيقبل اقل من 30% في المشروع الجديد لان في ريسك، صح كده؟ يبقى المينيمم اتراكتيف ريت اوف ريتيرن ده جيفن يختلف من مستثمر لاخر. وضحت كده يا جماعه؟ يبقى دي اهم الانديكيتور. بعد كده الماتيريال اهو بتشرح لك الخطوات اللي احنا قلناها قبل كده بامثله بسيطه. ادي مثال على البي باك بيريود، ماشي؟ ها؟ مثال على النت بريزنت فاليو. النت بريزنت فاليو قلنا النت بريزنت فاليو ايه حضرتك؟ ما تنساش القانون بتاعنا، الفيوتشر يساوي البريزنت في 1 زائد اي اس ان. لو انا عاوز احولها كلها بريزنت يبقى البريزنت يساوي الفيوتشر على 1 زائد اي اس ان، مش محتاجه حفظ. يبقى كل الداتا بحولها بريزنت، خدت بالك؟ وعندك امثله بسيطه اهي في الماتيريال، مثال زي ده مديك حضرتك. انا دافع 1000، ها؟ يبقى 1000 دي كوست كاش اوت، وجاي لي نت كام؟ 350 كل سنه، خدت بالك؟ يبقى ايه النت بريزنت فاليو؟ متعمق زي ما قلت لك. يا ريت الامثله الصغيره تعملها بالاله الحاسبه عشان ما تنساهاش. الاكسل يا جماعه طول، خدوا بالكم اغلب الزملاء اللي بيستخدموا اكسل جاهز بيبقى مليان اخطاء، وده السبب ان انا بقول لك ايه؟ الدراسه اللي انت جبتها سواء من شركتك من النت، من فضلك خد الارقام بتاعته واحسب بيها. اكتر من 80% هتلاقي حسابات غلط. ليه؟ الناس ايه؟ واخدينها على حاسبه. لا، احنا مهندسين، اغلبنا مهندسين. دايما المهندس، يا ما اقصدش المهندس، بتكلم على الراجل يعني، لان معانا يعني زملاء خارج الهندسه، ما يزعلوش مني، ماشي؟ دايما ايه؟ لا، انا عاوز احلل الرقم، ما بعديش الرقم. الموضوع مش 30% وخلاص، ازاي جت 30% دي؟ خدت بالك؟ سواء بوزيتيف او نيجاتيف، ده اللي يميز متخذ القرار، او ده اللي يميز، بلاش كلمه مهندس، ده اللي يميز المدير العظيم، الليدر العظيم. مش اي داتا تطلع هتبقى كويسه، لا، لازم ايه؟ لازم، لا يمنع يبقى انا محقق حاجه نيجاتيف واقول كويسه. ليه؟ نيجاتيف افضل من النيجاتيف اللي انا كنت مخطط عليه. يعني ايه كده؟ تخيل كده، نخرج عن الفيزابيلتي شويه. شركتك اجبرتك تاخد مشروع، واجبرتك تاخده بخساره عشان في منافسين وفي مش عارف كذا، ورحت واخده بخساره 10%. لو انا جيت خلصت المشروع بخساره 5% المفروض يقولوا لي شكرا. ليه؟
لان انا كنت مخطط اخسر 10 مليون خسرت 5 بس، يبقى انا وفرت للشركه 5. ايه ده اللي يميز متخذ القرار، ده اللي يميز الزميل اللي بيفكر، المدير الشاطر. لا يمنع الحاجه تطلع نيجاتيف، بس يبقى افضل من النيجاتيف اللي انا ايه اللي انا كنت مخططه. خد بالك، خدت بال حضرتك، مشروع اتاخر 6 شهور الشخص العادي يقعد ايه، اما الشخص اللي بيفكر نقول له لا، في الظروف اللي احنا فيها كان ممكن تاخر سنه، فانا خليت لك السنه 6 شهور وهكذا. فايه اللي يميز المدير الشاطر؟ ان مش رقم يعدي، كل رقم عندنا ليه معنى. يبقى النت بقى امثله عندك ايه اللي النت بريزنت فاليو ظهر. خد بقى النت بريزنت فاليو، هات بقى سلايد 117، افتح الماتيريال للزميل اللي معاه الماتيريال. انا ماشي بترتيب الماتيريال دلوقتي. الراجل هنا مديك دفعت 1000 وكل في نهايه كل سنه اداك 350. يبقى النت بريزنت فاليو بالطريقه المانيوال ازاي حضرتك؟ اهو انا عندي ناقص 1000 لان انا دافع، اروح محول ال 350 الى بريزنت بالقانون الجميل بتاعنا، يبقى ايه 350 على 1 زائد اي اس ان. كمان السنه الثانيه، السنه الثالثه، السنه الرابعه، جبت القانون بقى زائد كام حضرتك؟ 3 زائد 63. خد بالك بقى، تعرف المثال دوت وانا في سنك خلاني يعني قطعت الاكسل، لان الاكسل ما كانش مدي النتيجه دي خالص عندي. خدت بال حضرتك؟ تعالى نعملها كده بالاكسل. وليه لازم تدقق الرقم ده؟ لازم اللي يجي بالاله هو اللي يجي بالاكسل. خدت بالك؟ ما تخشش في المشروع كده ايه 20 سنه، لا لا لا، ابدا الاول بامثله بسيطه وتاكد ان حلك ايه. ده انت ما بتشتري اله حاسبه جديده تختبرها بارقام انت عارفها، صح كده؟ تخيل يعني كده انا اشتريت اله حاسبه جديده، هتختبرها ازاي؟ اول حاجه هتختبر البلس، يبقى 3 زائد 2 يساوي 5، لازم تطلع 5. هتختبر هتختبر الاسم، 10 على 2 هتطلع 5، وهكذا. يبقى دايما لما بتختبر تختبر بحاجه ايه؟ بحاجه لوجيك. هات المثال دوت ونعمله بالاكسل كده مع بعض. افتكر الارقام، سلايد 117 ماشيين بترتيب الماتيريال، باكد اهو. يبقى ادي السنه، تمام، ادي الكوست، ادي الريفينيو. طبعا انا متعمد ايه اعمل حاله عامه، ليه عشان نحل عليها كل المسائل. خد بالك انا متعمد، او عشان كده قلت لك اما تعمل اكسل اعمل حاله ايه، اعمل حاله عامه وادي السالفج. ما انا مش عاد كل مره اعمل بقى المثال، صح كده؟ ادي السنه 0، سنه 1، سنه 2، سنة 3. احنا النهارده ناخد مسائل من لغايه ايه 5 سنين، يبقى ايه؟ يبقى المثال ده اللي احط عليه المسائل كلها، خليهم 10 سنين يا اخي، هيحصل ايه؟ ودخل انت السنتين الثلاثه، ادي السته، ادي السبعه، انا عاوز اقنع الزميل العمليه سهله وبسيطه، ادي 8، ادي 9، كفايه قوي علينا 10 سنين. يبقى ايه اللي حصل دلوقتي؟ ادي الكاش فلو، ادي الكاش فلو، صح كده؟ اروح مديله بقى كده معلش ايه، اعمل له اخراج لان هنشتغل بيه كتير، هنشتغل بيه النهارده كتير. خدت بال حضرتك؟ اهو ونكبر الفونت كده نحل بيه كل المسائل، تمام. هات لي بقى ده كده، ماشي كده يا جماعه. يبقى انا كده ايه زملاء كده شايفينها. ومعلش انا بحب ايه اما اعمل حاجه الاخراج والحاجات دي مهمه جدا عندي بصراحه، لان ايه؟ لان يعني دي مفروض اي مهندس فينا يحب الاخراج، او اي مسؤول فينا يحب الاخراج. بس اتفقنا؟ ايوه مهمه دي لعلمك، جواب يبان من عنوان، ما تستهترش بالحاجات دي. ادي ايه كل كده شايف؟ اكبر كمان ولا كده واضح؟ نكبر كمان، خلينا بس الارقام عشان يطلع في الفيديو، انا مكبر عشان الفيديو طبعا. ماشي يا سيدي، وادينا اللون الحلو اللي احنا عاوزينه، تمام. ركز بقى، مليني بقى الداتا اللي عندنا، مليني بقى سلايد كام، انا عاوز واحد يتفاعل معايا ويركز جامد بقى لان هنحسب عليه حاجات كتير. اديني ايه حضرتك؟ سلايد كام؟ 117. خد بالك نفس المثال ده انا حالف بيه الامثله اللي قبل كده،
هو نفس الايه 113، بس كان الهدف البي باك بيرد، كان الهدف البي باك بيرد. نفس المثال اهو قدامك صح كده. هات لي بقى الارقام كده، يبقى اديني الكوست. حد يمليني اديني الكوست كام في الاول؟ 1000. انا دافع في الاول 1000، بعد كده اداني كام؟ اداني صافي بقى صح كده الريفينيو صح كده 350. 350 300 كام سنه؟ 4 سنين. وخد بالك بنأكد، انا عامل كده عشان كل المسائل بتاعت النهارده، وبعد كده اقول لك خد الفايل ده هديه بقى كمل عليه. وخد بالك انا رافع لك فايل فيه امثله كتير، مش عارف بعضكم اكتشفوا ولا ما اكتشفوش على الجروب، وفي كيس ستادي كامله. خد بالك، خلينا بس واحده واحده. دي الداتا بتاعتي اهي. اول حاجه هعمل ايه في الداتا؟ يبقى خد بالك دي الداتا بتاعتي اهو، وعرف الراجل كده اللي هيدخل الداتا، خد بالك دي الداتا الاصليه، مش هندخل غير كده. في حاجه ثانيه تدخلها؟ مفيش، ده الحاله العامه. اول حاجه نعملها ايه؟ هنجيب ايه؟ النت كاش فلو، ده اول حاجه. تمام، احنا طبعا هنجيب حاجات كتير، فانا ايه اكبر بس الفونت بالمره كده عشان ايه يبقى لما اجيب يبقى ايه هنا، ونغير بقى دي حسابات، دي حسابات. تعال يا سيدي، ماشي كده. اول حاجه هنجيب النت كاش فلو. تعال يا سيدي نجيب النت كاش فلو. عاوز ايه في النت كاش فلو؟ احسبه ازاي؟ اخد بقى القراءه ده كده، ده يبقى ايه؟ هيبقى كده. يلا النت احسبه ازاي؟ هيساوي ايوه الريفينيو زائد السالفج ناقص الكوست. شفت الحاله العامه في دماغي ازاي؟ ليه؟ لان في مسائل عندي ايه؟ هنا ما فيش سالفج، في مسائل يبقى فيها سالفج. تمام؟ ورحت شادد ايه حضرتك؟ رحت شادد ده. تمام كده؟ بس خلاص. يبقى أول حاجة عملناها إيه؟ أول خطوة كانت كوست كاش إن كاش أوت استيميشن أهي. تاني خطوة النت كاش فلو. تمام؟ عاوز تحسب إيه؟ البي باك بيريود لازم تجيب الكوموليتيف. صح كده؟ ده الحاجة الوحيدة اللي أنت عاوزها فيه. يبقى أجيب أهوت أدي الكوموليتيف كاش فلو. كوموليتيف كوموليتيف مش هنختلف. كوموليتيف كاش فلو. كوموليتيف كاش فلو. هنجيبه ازاي يا سيدي؟ برضه تعالى بقى نديله ايه؟ انا بصمم قدامك، انا عاوز اقول لك التصميم سهل. ها؟ اديني بقى الكوموليتيف كاش فلو. ها؟ يبقى اول حاجه اول رقم هو الرقم ده. تاني رقم هيحصل ايه؟ هيساوي اللي قبله زائد اللي بعده. ورحت واخد ايه حضرتك؟ ورحت واخد ده كده. طبعا انا بكمل العشر سنين عشان المسائل بتاعتنا. احنا اخرنا كام؟ اخرنا هنا. بعد كده سبتت ليه؟ خلاص مفيش حاجه تاني، سبتت. يبقى الراجل هنا النيجاتيف جايه ما بين ايه وايه دلوقتي؟ ما بين الثانيه والثالثه. يعني يكفي تقول البي باك بيريود السنه الثالثه. هيسترد فلوسه امتى؟ السنه الثالثه. لو انت عاوزها تجيبها بالظبط جيبها بقى يا حضرتك. نقول كده هو هنا محتاج 300، السنة اللي بعدها 350، يبقى لو عاوزها بالظبط يبقى 300 السنتين اللي احنا واثقين منهم زائد ال 300 على 350 واضرب في 12. المهم يبقى أول إنديكيتور البي باك بيريود. البي باك بيريود. بأكد تاني البعض يقول عليه بريك إيفن، بس من فضلك أما تقول عليه بريك إيفن قول عليه بريك إيفن بيريود، قول عليه بريك إيفن بيريود. أما بص كده ده انا اهو انا دافع في التايم زيرو دافع ناقص 1000، استرددت 350 بقى ليا ناقص ايه 650، استرددت 350 بقى ليا ناقص 300، استرددت 350 يبقى انا غطيت فلوسي وجالي صافي كام؟ 50. يبقى يكفي كده نقول في السنه اللي ايه حضرتك؟ السنه الرابعه. نرجع تاني السنه السنة الثالثة، آسف، السنة اللي هي بوزيتيف، السنة البوزيتيف. طبعًا الزميل اللي فاهم بقى الإكسل شوية ممكن إيه؟ يعملها معادلة وتيجي بالظبط.
المهم خلينا بس واحدة واحدة. يبقى دي أول إنديكيتور هنبدأ نحسبه. ركز بقى معايا، دي لون أحمر كده عشان نبقى عارفين إحنا هنحسب إيه دلوقتي. يبقى أدي البيبك بيلي 3 سنين. وضحت يا جماعة؟ طيب. يبقى من لغاية دلوقتي هنا البرمجة البسيطة، أنا بصيت النيجاتيف اتقلبت بوزيتيف إمتى؟ يبقى ده البيبك بيلي. ده كده إيه؟ تبسيط من لغاية دلوقتي. من لغاية دلوقتي. تمام كده؟ يلا يا سيدي. ايه تاني انت عاوزه؟ الانترنال ريت اوف ريتيرن. ايوه ركز معايا كده، لان انا ممكن اسرح منك. هاي هنجيب بس كده، ايه احب اغير كده بس. عاوزين ايه دلوقتي؟ لا ده الراجل قايل بريزنت فاليو بس. خد بالك من دي. يبقى شرط البريزنت فاليو ان الانترست ريت تبقى ايه؟ نرجع للماتيريال يا جماعه. ادينا ايه دلوقتي؟ خلصنا ده اهو بالاكسل. ندخل بقى على المثال بتاع النت بريزنت فاليو، اهو نفس المثال احنا عاوزين نجيب دي بالظبط. تمام. هو مدين الاي هنا، لا اما الاي دي بتاعت الكارد بتاعت اللون او اللي انت عاوزها. تمام. يبقى احنا عاوزين نجيب كده النت بريزنت فاليو. يبقى الاي هنا ايه؟ معلومه. يبقى الاي معلومه، خد بالك اهو اهو. يبقى ايه اللي انا عاوز احسبه؟ انا عاوز احسب النت بريزنت فاليو، بس هاجي هنا كده اقول له ات الانترست ريت كام بقى في المية؟ انت لا تقول، انت لا تقول كام في المية؟ 12%. يبقى انت هتديني هتديني ده، خد بالك هتديني ده، بس انت عارف ان ده اي نظره كام؟ 12%. ده اي نظره 12%. خدت بال حضرتك؟ اه. يبقى ناكد تاني، يبقى شرط النت بريزنت فاليو ايه؟ ان الاي تبقى ايه حضرتك؟ جيفن. وايه الاي بقى تاني؟ باشمهندس علي، ايه الاي؟ لا اما بتاعت الكارد، لا اما اللي انا عاوزها. لو انت عاوزها بقى دي المينيمم اتراكتيف ريت اوف ريتير. طيب لو النت بريزنت فاليو طلعت بوزيتيف، يبقى انت محقق دي واكتر منها. حققت اكتر منها. لو طلعت زيرو يبقى انت محقق دي بالظبط. محقق دي يعني الانترنال ريت اوف ريتيرن اللي انت حاسبه، اللي انت هتحسبه بعد كده. لو نيجاتيف يبقى اقل من اللي انت ايه. تعالى نحسبها بقى. يبقى نعمل كده يساوي وندخل الفانكشن بتاعتنا. تمام. موجوده، نجيبها فاينانشال ما تنساش، والزملاء بتوع الكواليتي يجيبوها ستاتستيكال. مهندسه صفاء معانا في الكواليتي صح، ومعانا في الفاينانشال. اهو هنجيب ايه بقى دلوقتي؟ النت بريزنت فاليو. الاكسل يا جماعه في كل حاجه، هي بس صمم الحاجة في الأول. أهو أدي النت بريزنت فاليو، قلت لك الأول اديني إيه؟ الانترست ريت. بعد كده ادينا النت، النت كاش فلو. ركز بقى. أنا هتعمد أعمل لك الغلطة. بص أنا إحنا كنا بناخد دي كده. كنا بناخد دي كده. طلعت كام؟ نرجع بقى ميزة إن إحنا حلينا البتاع بإيدينا، قال لك لا ده زائد 63. الآلة الحاسبة طلعتها زائد 63، يبقى في غلطة. باشمهندس علي المرة اللي فاتت لما قلت له ده الإكسل قال لي، قلت لي إيه؟ قال لي ما هو دكتور عطية أس زيرو، كلامه صح، بس الإكسل ده آلة حاسبة. خدت بالك؟ يبقى كان المفروض الرقم ده يطلع كام؟ 63. خد بالك دي الطريقة الغلط، دي الطريقة الغلط. طب ايه الطريقه الصح بقى يا باشمهندس علي؟ وما يسالنيش انا بقى، يسال بقى بتوع الاكسل. انا مالا ده احنا كويس ان احنا حطينا ايدينا عليها. تمام. ما يجيش يعاتبنا انا مالا ده المفروض يديني جايزه. ماشي اهو يساوي، اروح داخل على ايه؟ ادي النت بريزنت فاليو. خدت بال حضرتك نجيبها ازاي بقى؟ احنا قلنا المره اللي فاتت، ها بس انا باكدها تاني. ادي ال 12 واخد الفاليو ايه بقى يا باشمهندس صفاء؟ ما اخدش دي، اروح واخد ده كده. طبعا انا واخد ال 10 سنين عشان بس ايه؟ يبقى ده هنا ايه؟ ايه الرقم ده؟ استنى بس، ده النت بريزنت فاليو لمين؟ فور ها؟ انفلو 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 كاش انفلو كاش انفلو. ده ما خدش في الاعتبار الكابيتال انفستمنت، ده للكاش انفلو. مين الكاش انفلو؟ اللي هم دول، اللي هم دول. خدت بالك؟
طيب لو احنا عاوزين بقى نحسب النت بريزنت فاليو بتاعتنا. برافو عليك، برافو عليك. ليه يا دكتور عطيه بقى تعبتني كده؟ عشان ما تنساش. يبقى النت بريزنت فاليو بتاعتنا هتساوي ايه بقى؟ بص بقى كده، بص بص، الرقم ده زائد الرقم ده طلعت ناقص كام؟ وده فعلا اللي طلعته الاله الحاسبه. خد بالك، وضحت يا شباب ولا ما وضحتش؟ نرجع نقول، يرجع بقى المهندس علي يقول لي نفس الاجابه. ازاي يا دكتور؟ اقول لك انا مصدقك، بس في حاجه في الاكسل انا مش عارف. سؤالي في حاله ان انا عندي مصاريف سنويه يعني كاش اوت لكل سنه او ديبريسيشن لكل سنه. لا، الديبريسيشن مش ده. طالما قلت ديبريسيشن يبقى انت كده ايكونوميكال ستادي، ده فاينانشال ستادي. فاينانشال ستادي خلي الفلوس زي ما هي، ما تجيش جنبيها، المبلغ كما هو. تاني، اول ما هتقول ايه ديبريسيشن، زي ما قلنا المحاضره اللي فاتت، حولت الكابيتال انفستمنت وزعته على مدار السنين، يبقى ده ديبريسيشن. كده انت ايكونوميكال. ليه؟ عشان تجيب اليونت كوست وتقارنه مع اليونت برايس هتجيب نسبه الربح، صح كده؟ يبقى ده الايكونوميكال. وده ميزه الايه المحاضره اللي فاتت لما خدنا مثال شامل عشان نفرق ما بين دوت وده. كده المهندس صفاء عليها ماسكه فيه. اما تفتح السنه الجايه ماشي كده. خدت بالك من الرقم ده؟ لو انا في مصاريف ثانيه مثلا تتحمل على بندت كوست او اي مصاريف. طيب ما تخلينا في المثال ده، لان انا مجرد ما نخلص هندخل بقى في افكار كتير. ده انا اللي بعمله دلوقتي مراجعه، فخلينا بس نخلص منين؟ نخلص من الحته دي. ماشي، استاذنك يعني. اشيل بقى الكسور، لان ايه، ما ينفعش انا احط حاجه ايه. اهو ماشي كده. طيب يبقى انت كده دي السلايد كام؟ 117. خازن بس الاكسل، ما قلناش حاجه جديده لغايه كده، وصلنا السلايد 117 مع بعض. حد ليه سؤال؟ تمام، تعالى يا سيدي نكمل. ايه بقى البروفيتابيلتي اندكس؟ هما لقوا ايه معنى النت بريزنت فاليو بوزيتيف 63؟ يبقى انا حققت، يبقى انا خدت الانيشال، غطيت الانيشال، وفاض ليا كام؟ 63. طب 63 ديت نسبتها كام؟ يبقى ده البروفيتابيلتي اندكس غير البروفيت. اما تقول بروفيت يبقى ايكونوميكال. يبقى البروفيتابيلتي اندكس، بص كده، النت بريزنت فاليو بتاعت الكاش انفلو مقسومه على الانيشال كابيتال. ايه؟ انيشال كابيتال كوست. تاني، يبقى دي يا جماعه لا تل... لا دي لا دي. تاني اهو، انت حسبت النت بريزنت فاليو، قلت لي ده فيه زائد 63، طب من كام؟ من 1000، صح كده ولا لا؟ يعني هتطلع 1. لو انا قسمت بقى على 1000، تمام كده، يبقى تطلع 1.063. يعني في ايه؟ تمام كده اهو. يبقى خد بالك، يبقى ده هنا تطوير للنت بريزنت فاليو. تاني، انا ما بقولكش استخدم المؤشرات دي كلها، انا بقول لك المؤشرات اللي موجوده. يبقى ده لو انا استخدمت النت بريزنت فاليو يبقى مش محتاج ده. ما ده هو ده. يبقى الثلاثه نفس المثال خدته لك اهو. يبقى ادي الكاش انفلو كام؟ حول ده الكاش انفلو طلع 1063، اقسمهم على ال1000 يبقى ده كام حضرتك؟ 1.063. 1 ده اصل المبلغ، 0.063 يعني انت 6.3% زياده من اصل المبلغ. يقول لك هنا ايه بقى؟ لو البروفيتابيلتي اندكس، اوعى تقول بروفيت يبقى ايكونوميكال. بروفيتابيلتي اندكس لو هو اقل من 1 يبقى انت لوسز، يبقى انت ما غطيتش فلوسك، هيبقى ده ريجكتد. او يكون سيرفيس بروجكت، مشروع سيرفيس، الدوله عامله مش عارف حاجه حكوميه بحاجه رمزيه، جامعه حكوميه بمصاريف رمزيه، ماشي، يبقى معروفه. لو انا عند 1 يبقى دي البريك ايفن بوينت، انا اللي صرفته خدته. لو انا اكبر من 1 يبقى في بروفيت. بس خد بالك، ايه البيست براكتس؟ تبقى اكبر من كام؟ 1.2. يبقى نرجع تاني، يبقى المؤشر ده ما هو الا تطوير لمين؟ للنت بريزنت فاليو. تعالى نعملها بقى بالاكسل،
مش احنا قلنا عاوزين الاكسل نعمل فيه كل حاجه؟ اهو يبقى انا اخد اهو بروفيتابيلتي اندكس اخد منها كوبي. خدت بال حضرتك؟ ادي البروفيتابيلتي اندكس ماشي كده. تعالى حضرتك نحط ايه؟ هيساوي ايه بقى؟ مش محتاجين بقى ان هيساوي ايه حضرتك؟ ده على اصل المبلغ اللي هو ايه؟ اللي هو ده. خدت بالك؟ كبرها بس طبعا هنا. عشان الماينس نعملها تاني. برافو عليك. في ساعات انا بسرح. يبقى الرقم ده على ناقص الرقم ده. كلامك مظبوط. يبقى ادي البروفيتابيلتي اندكس. وقلنا البروفيتابيلتي اندكس قالوا لنا ايه حضرتك؟ ان هو مفروض يبقى اكبر منين؟ اكبر من واحد. مفروض يبقى اكبر من واحد. يبقى انا كده ايه وصلنا لمين دلوقتي؟ للبروفيتابيلتي اندكس. ها؟ بس كده ده مش اكسبت. ليه؟ اكبر من واحد. ما انا بقول لك اكبر من واحد. هنا يعتمد على حسب نوع المشروع. ده بيست براكتس. ده البيست براكتس. مش شرط انت عاوز تحقق مستشفى حكومي. مش لازم انت عاوز تجيب مصاريف بس. جيب مصاريفك. زميل فاتح مكتب والسوق نايم ويقول لك انا عاوز اجيب مصاريف المكتب. يساوي واحد بالظبط. ماشي كده؟ يبقى خلصنا كده من الانديكيتور دوت. ادي البروفيتابيلتي. ندخل في الانتر. نرجع بقى. طب المبلغ الزياده بتاع النت بريزنت فاليو ده معناه ايه؟ معناه انك انت اكتر من ال 12%. صح كده ولا لا؟ طب انت محقق كام في الميه؟ يبقى ده الانترنال ريت اوف ريتير. مش عاوز ده كله. خد بالك احنا بنشرح الانديكيتور. اعمل لنفسك ستاندرد اكسل فايل وخد منه على حسب ما انت عاوز. ده المطبخ زي ما بنقول كده بالبلدي. تمام؟ يبقى انا عاوز ايه دلوقتي؟ النت ايه حضرتك؟ النت الانترنال ريت اوف ريتيرن الاي ار ار. ندخل على الاكسل بقى كده. تمام؟ ادي الاي ار ار. برضو ايه الهدف؟ ان احنا نعمل حاجه متكامله. ادي الاي ار ار هتساوي ادي الفانكشن بتاعتنا الانترنال ريت اوف ريتيرن. اوكي حضرتك اديني بقى ايه؟ النت. كلامنا كله عن النت. ادي النت بتاعي. طبعا انا باخد ال 10 سنين ليه؟ عشان المسائل الثانيه. 15%. طب كبر اديها كسر كده. ادي النت بقى. يبقى فعلا انا اكتر منين؟ اكتر من ال 12. تاني اهو النت بريزنت فاليو طلعت بوزيتيف. طلعت اكبر من زيرو. صح كده؟ النت بريزنت فاليو طلعت اكبر من زيرو يعني بوزيتيف. يبقى انا محقق اكتر من 12%. طب انا محقق كام بالظبط؟ خدت بالك؟ 14.6 وايه؟ طبعا انا مطلع لك طبعا هنا 15 على اساس ان هو قال لا دي الاله الحاسبه هي 14.6. يبقى دي ايه؟ الفايده اللي انت ايه حضرتك؟ يبقى لغايه دلوقتي احنا بنراجع عمليه سهله وبسيطه. اوكي كده؟ يبقى اما تبقى الاي انون لو انت عاوز تحسب الاي في دول الداتا بتاعتك يبقى دي الانترنال ريت اوف ريتيرن. الاي جيفن يبقى تحسب النت بريزنت فاليو. في جميع الاحوال هتحسب البي باك بيريد. لو النت بريزنت فاليو مش واضحه لمتخذ القرار هتهاله بشكل بروفيتابيلتي اندكس. الاثنين لا، الاثنين وحشه. الاثنين يبقى كلام اكتر من الاسم. تمام كده؟ جبنا الانترنال ريت اوف ريتيرن. هتلاقيني حطيت لك امثله مختلفه. خد بالك المثال دوت سلايد 120 مشروع صغير بتقول له عليه تايم شير تقريبا ولا بتقول انك تشتري حاجه وبعد كده تاجرها وبعد كده تبيعها. تمشي. تمام كده حضرتك؟ الراجل هنا يمكن انا بقول بيلدينج وخلاص بس انا الكلام ده واخده من تايم شير بصراحه. الراجل بيقول لك اشتري شاليه او اي حاجه 350,000 وانا هاجرها لك سنويا هجيب لك 16,000 وبعد 3 سنين انا اللي هشتريها منك ب 450,000. الشخص العادي يقول لك يا ده مكسب.
قلنا لكم قبل كده يا ريت تجيب حاجه تكون جبتها بالتقسيط ونشوف بالبلدي كده، ما نزعلش مني، ضحكوا علينا ولا ما ضحكوش علينا قبل التعويم ولا بعد؟ جيب حاجه قبل بعد مش هتفرق. هات حاجه كاش، جيب حاجه شقه عربيه مش عارف كذا. طبعا لما بتيجي تزنقهم، لو معانا ناس بتوع بنوك ما يزعلوش مني، اما بتيجي تزنقهم يقول لك اصل دي مصاريف اداريه. طب يا عم تقولها لي من الاول، انت ليه تخلينا الف وادور يعني؟ خدت بالك؟ قلنا لكم قبل كده يا ريت الزميل يجيب لنا اي مثال. المثال اللي يطلع فير يا سيدي نعزمك على نسكافيه، ما يعني ايه؟ لان ما فيش مثال في الدنيا يطلع فير، خد بالك. يقول لك اصل دي مصاريف اداريه. طب يا عم تقولها لي. اما يقول لك هديك عربيه كاش على سنتين وثلاث سنين وخمس سنين، الفايده مش زي بعض، وده حقه بس يقول ليه. اكيد اما تاخدها كاش غير ما تاخدها على سنتين، غير ما تاخدها على تمانية، ده ريسك، فلازم باي ديفولت يزود الفايده. بس ما ينفعش يقول لك انا مديها لك بفايده 12% ونيجي نحسب الثمان سنين نلاقيه واخد منك 18%، يبقى انت مش فير معايا، صح كده؟ لا، خليك فير معايا، وده العقد شريطة المتعاقدين كده، تبقى حلال، غير كده تبقى حرام، لأنك خدعتني، صح قال لك خدعتني. بعد ما هنجري شوية هناخد لك كذا مثال كده في الحياة العملية، الراجل يعني إيه الأخطاء اللي إحنا ما بناخدش بالنا منها وبالتالي بندفع أكتر. نرجع المثال ده، يبقى الراجل دفع 350، خد رنت حضرتك انوال بيمنت 16 16 16، وفي نهايه المشروع دفع كام؟ 450. خد 450، يبقى ده انكشين وانكشف. تمام كده. تعال نجيبها نستخدم، انا اللي عايز اقوله هو بص نفس المثال هنستخدم فيه كل حاجه. فرق السلفج ها؟ ايوه زيد السلفج عين بس، لكن هو نفس المثال. تمام، برافو عليك. بص انا هنا هنمسح الاصفر ده فقط لا غير، الاصفر مفيش، مسح كل حاجه، مجرد ما ندخل يحسب كل حاجه. مليني بقى كده، يلا دفعت كام في الاول؟ 350. ها جالك ريتيرن كام؟ 16 16 16، مهندس الصفاء معايا، وجالي هنا 450، كل حاجه جاتها. تمام، كل حاجه جات، بس نظبط برضو. ها كل حاجه جات قدامك. يبقى النت بريزنت فاليو، هو هنا حسب النت بريزنت فاليو بتاعت ال 12. ها تمام، احنا طبعا ايه هنا نرجع تاني، ده هنا بيحسب كل حاجه. تمام، طيب لو الراجل بيبقى المهم هتلاقي الانترنال ريت اوف ريتيرن كام؟ 12 بوينت كام؟ قارنها بقى انت بالمينيمم اتراكتيف ايه؟ ريت اوف ريتيرن اللي انت عاوزه. هتقول لي يعني ايه؟ ممكن انت ال 350 هتاخد كارد وتشتري بيه. ما زملاء كتير بيعملوا كده يعني، من الحكومه وشغال في الحكومه عادي، راجل ذكي، بس احسبها صح. يبقى انا واخد 350 بكارد 10%، يبقى هبدا اقارن نفسي بالمينيمم اتراكتيف ايه؟ لما اقارن نفسي بالكارد، لما اقارن انا عاوز كام في الميه؟ لو انا حاطط فلوسي في البنك هاخد 15%، الراجل ده يديني 13%، يبقى خلي فلوسك في البنك افضل. رغم ان الشخص العادي يقول لك ايه؟ يا اخي ازاي ده 350 هتاخدهم 450 و16 كل سنه؟ خدت بالك؟ الناس بيعرفوا يعملوا برزنتيشن، خلي بالك. ماشي؟ زي كده انت رايح تشتري بنطلون، البايع ذكي جدا، انا لعلمك بحبه بمزاجي بقى دي، اما الاقي بايع فاهم الكلام اللي انا بشرحه يعني بحب انفعه بصراحه. خدت بالك؟ افوجئ كده ببقى رايح اجيب قميص او بنطلون، هتلاقيني اتدبست في 2000 جنيه ومزاجي، خد بالك ليه؟ الراجل ده بيعملها بالخبره، ده احنا قعدنا سنين عشان نظبطها. خدت بالك ازاي الراجل جايبها بالدماغ؟ فده بيخليك ايه؟ بتعتبر بقى ده نوع ايه؟ نوع من الذكاء يعني. المهم ده شرحناه، ادي المثال اللي حليناه مع بعضه موجود في الماتيريال عند حضرتك. طبعا انا بعضكم كان عارف انه موجود في الماتيريال، انا اتعمدت يبقى بره الماتيريال عشان تفكر فيه، عشان تفكر فيه. وادي الاجابات المختصره اللي احنا ايه اللي احنا قلناها. يبقى ادي الكوست استيميشن، اتحولها لكاش لكاش فلو، وفرقي افرقي يا باشمهندس صفاء بين الفاينانشال وما بين الايه الايكونوميكال.
لو انت عشان تجيب اليونت كو عشان تجيب الانيوال كوست يبقى لازم تحول الكابيتال الى ديبريسيشن. تمام كده رجعنا المحاضره اللي فاتت. هنبدا بقى ناخد نوع بقى، مش هندخل بقى في تفاصيل البيانات خلاص. ما انت في جميع الاحوال حولت البيانات الى ايه؟ الى كاش فلو. عايزين افكار بقى. تمام هتلاقينا حاطط لك مش اقل من 7-8 افكار. هنبدأ بفكرة بسيطة. الراجل عنده مشروع ايه؟ مشروع بي، ركز بقى معايا، ومديني initial investment annual running cost. طبعا هنا معتبرين التبسيط equal، ماشي؟ لو متغير يبقى لازم توزع لي على السنة. ومديني annual revenue، ومديني salvage value، ومديني project life. يبقى دي البيانات الأساسية، لا إما مجمعة لا إما تفصيلية. مش عايزين منك، بص حاول الداتا بتاعتك ليه باختصارها. وانا عاوز مينيمم اتراكتف كام؟ انا مش هقبل اقل من 20%. ما ينفعش اكون حاطط فلوسي في البنك بناخد 15 و16 وتقول لي هديك 12. تمام اركز بقى كده. مش مهندس محمد هتمليني؟ مهندس محمد في الاكل ماشي. مهندس محمد صح؟ باسل انا اسف، بس انا شفتك سرحت. فانا ايه، افتح بقى الماتيريال ومليني الارقام دي. بس راعي ان هما بقى مشروعين، ايه اللي هيحصل؟ خد كوبي وخليهم تحت بعض، خليهم جنب بعض مش هنختلف. ماشي؟ اهو يبقى دخلنا في ادي الفايل الاساسي بتاعنا. ادي الفايل الاساسي بتاعنا. عاوزين تحسبوا حاجة تاني غير ديت يا جماعة؟ حد عاوز يحسب حاجة تاني غير اللي حسبناه؟ انا على اساس يبقى قدامي فايل في كل حاجة. في حد لا في الدراسة عنده حاجة غير ديت؟ طيب انا هخلي خانتين احتياطي، احتياطي خانتين لأي حاجة تانية نحسبه. ماشي كده؟ عشان بس ايه؟ يبقى كده احنا مأمنين نفسينا، لان اكيد قابلتك حاجة الا لو لسه بقى ما ذكرتش ده موضوع تاني. يبقى ده كده وليكن البروجكت ايه؟ ده احنا هنتنقل من مشروع لمجموعة مشروع، يبقى ده البروجكت ايه؟ وضحت كده بقى يا سيدي؟ ادي البروجكت ايه؟ نرجع تاني، الزميل اللي يهمه الامتحان يا جماعة خش بإكسل، لا كل خش باللاب، ما تفرقش معانا، تفرق معانا ايه؟ ادي البروجكت ايه؟ بعد ما ظبطنا دينا هناخد منها كوبي ويبقى ده البروجكت. بس تعالى نظبط الاول على البروجكت ايه. امسح الداتا الاصليه. شوف بقى العمليه اللي بقت سهله ازاي. بقى عندك ستاندرد فايل، عندك ستاندرد فايل كل حاجه اتمسحت. واحد يقول لي البي باك، يقول لك لا البي باك احنا بنجيبها مانوال لما بنقلب النيجاتيف والبوزيتيف. تقلب ده بنجيبها، ولا يمنع تجيبها بايه، تعمل لها داله موجوده بس بعيد عن شغلنا دي، حته اكسل شويه. طيب اديني بقى الداتا كده، يلا مليني كده حضرتك. ها؟ ناقص خمسة. خمسة. دي هنا ميزة كده بعيد عن الناقص ازاي. طيب بعد كده علي صوتك عشان الفيديو بس. عنده انيوال كوست، رانينج كوست. خد بالك انا دلوقتي ايه؟ الراجل اللي بحلل المهندس بس، هو جاب لي الداتا بيديني الداتا بتاعته. ده دي يا جماعه اساس الفلوس، خدوا بالك دي اللغه اللي هيفهمها الاداره العليا. اللي جاي كله تكنيكال صح كده؟ اللي جاي تكنيكال، اللي فات كله تكنيكال، ومفيش مشروعين زي بعض. اما دي لا نختلف. طيب اديني بقى كده لمده 4 سنين في 2 مليون انيوال كوست. 2 مليون انيوال كوست. 2 مليون 2 مليون 2 مليون 2 مليون ايوه. سالفج واحد. بعد كام؟ واحد. تمام. ريفينيو كام؟ 4 مليون. 4 4 4 4 بس كده. عاوز ايه يا سيدي؟ اشوف هنا النيجاتيف والبوزيتيف، يبقى برضه جاب البي باك بيريود في السنه الثالثه. اهو دي الوحيده اللي بجيبها بالنظر هو دلوقتي. تمام ماشيين هنا بالماتيريال. وصلنا للسنه 125. ماشي اتاخرت انت شويه. تمام معلش اوكي كده.
يبقى البيباك بيريو 3 والانترنال ريت اوف ريتيرن كام؟ 26. خد بالك دي لازم تبقى اكبر منين؟ 20%. المينيمم اتراكتيف ريت اوف ريتيرن اللي هو عندنا احنا ال 20%. عندنا احنا ال 20%. يبقى لغايه دلوقتي المشروع ده مقبول. بس ممكن الثاني يبقى مقبول. في الحاله ده تعمل ايه؟ الاولويه للانترنال ريت اوف ريتيرن، ولو تساووا يبقى البي باك بيريود معاهم. تاني الاولويه للانترنال ريت اوف ريتيرن ليه؟ ده متوسط العائد السنوي، نسبه العائد السنوي، الانترست ريت اللي هيجي لك سنوي. يبقى الاولويه للانترنال ريت اوف ريتيرن. تساووا يبقى كمان معاه البي باك ايه؟ اقل بي باك بيريود. اعلى انترنال ريت اوف ريتيرن عند اقل ايه؟ بي باك بيريود. كواليتي ات لو كوست. هي كواليتي اللي هو الكوست بنفيت، البنفيت اللي انا خدتها. لو كوست ان انا استرديت فلوس بسرعه. تمام كده؟ ناخد بقى المشروع الثاني، يا اما نخلي بقى دي كده ونغير، يا اما ايه؟ ناخد منها كوبي ويبقى ده المشروع الثاني. يبقى نرجع كده. خد بالك بقى هنا انا اتعمدت اعمله لك مانوال بقى. ادي المشروع ايه؟ ده الكاش فلول، ده الجدول اللي انت دخلته للاكسل، وده الاختصار. وارجوك اوعى تختصر، اوعى لو لقيت دراسه جدوى مدي المختصر على طول يبقى في غلط على طول. ليه؟ لان يا جماعه ده كل واحد هيمدي على الجزء بتاعه. الراجل بتاع الماركت هيمدي على الريفينيو اللي هو قال عليه، الراجل التكنيكال هيمدي على الكوست والسالفيج، ده الراجل التكنيكال برضه. يبقى انت لو بصيت كده يبقى اول اتنين دول جايين من جهه، والجزء الاخير جاي من جهه ثانيه. يبقى لازم الداتا لازم الداتا تدخل كده. ليه؟ واحد يقول لك وفيها يا اما اختصر. وحتى واحنا بنعلم يا جماعه اسئله الزملاء ليكم، اللي ما بيعملش الكشف له ضاع منه مش اقل من مش عايز اقول نص الدرجه، وزاد بقى اللي فيه غلط. طب مش عرفني بقى جبتها ازاي؟ لان الكشف له هو الدينامو. انت مجرد بص كل شغلك على الجزء التحتاني ده بس. مين الاساس فيه؟ الجزء اللي فوق، التفاصيل اللي فوق. تمام؟ يبقى ادي ايه حضرتك؟ يبقى ادي جبناها مانيوال، اعملها جدول، اعملها فيجر مش هنختلف. او يبقى ادي الخمسه، بعد كده اثنين سنويا، جاله ريفينيو اربعه، بعد كده سالفج فاليو كام؟ واحد. هات نت، يبقى ادي النت بتاعنا 5 2 2 2 في الاخر يبقوا 3 اللي هم الاثنين زائد ايه؟ اما يبقى عندك الرقم متساوي. من فضلك بدل ما تقعد تكتبه اعمل خط مستقيم كده، ده معناه ايه؟ ايكوال ستريت، يعني نفس الرقم ده. لغه لينا احنا. هات البي باك بيريود، بص هنا 5، الراجل استرد 2 يبقى له 3، استرد 2 يبقى له 1، استرد 2 يبقى بقى زائد. يبقى انا ده تفاصيل ليك انت. لو انا هكتبها اقول السنه الثالثه على طول، استرد فلوسه في السنه الثالثه. طيب عشان نحسب الانترنال ريت اوف ريتيرن زي ما عملنا المره اللي فاتت، حطينا النت بريزنت فاليو تساوي ايه؟ زيرو. الاي لو انا حولت الفلوس دي كلها الى بريزنت، الكاش ان يساوي الكاش اوت، وشرحناها المره اللي فاتت. تمام؟ ده هنا طبعا، هنا الآلة تمشي معاك من غاية 5 سنين. ده طبعا احنا بنقول دي للزميل اللي هو مثلا في الطالب في الكلية وعاوز يحلها. تمام؟ أما احنا كمهندسين الإكسل يكفي. آدي طلعت كام حضرتك؟ 26.4. طب احنا طلعناها كام؟ 26.4. تمام؟ انا هعمل حاجه بس بسيطه، ده بروجكت ايه؟ بروجكت ايه؟ اروح واخد منه كوبي. تمام؟ لا معلم على كريت كوبي، اسف. اخد منه بس الاول، ادي موف اند كوبي، اعلم على كوبي. تمام؟ واحطها لي في اخر ايه؟ يبقى كمان ده بروجكت ايه حضرتك؟ بروجكت. تعالى بقى ندخل بقى بيانات بي. ادي بيانات ايه؟ نخش بقى بيانات بي كده حضرتك، ادي بي
يلا امسح البيانات اللي عندي. اديني بقى البيانات عندك. 7 2 ها سالفج 2 الريفينيو 5 طلعت يا حضرتك. عملناها مانيوال اهو، طلعت البي باك بيريود برضه 3 سنين بس اقل شويه، بس نت برقه طلع الانترنال ريت اوف ريتيرن كام؟ 31.56. مظبوط. يبقى هي ادي محسوبه مع حضرتك بالاله. ايهما افضل بقى دلوقتي؟ بي. يبقى بي افضل. يبقى بروجكت بي خد بالك لازم يبقى ايه؟ معلش انا اخلي، بص خلي بي الاول وخليها دي اكبر من، صح كده؟ خليها بس هندسين ماشي صح. ادي ايه؟ صح كده؟ كده تمشي كده. يبقى البي البي اعلى من ايه؟ اعلى منين؟ من المينيمم اتراكتيف ريت اوف ريتيرن، يبقى البي هي الافضل. تمام؟ يبقى ده ايه؟ من غاية بص مطلوب 1 و2 و3 و4. جه الراجل قال لي ايه بقى؟ خد بالك اعرف ليه بقى انا ايه؟ خدت كوبي ما غيرتش الداتا. قال لك ايه هنا؟ سنسيتيفتي ريسك، ريسك ما تنساش ريسك، بس ده كده فاينانشال ريسك. الايكونوميكال يبقى ايكونوميكال ريسك. قال لك طيب هنا لو الانوال ريفينيو او السالفج فاليو او الانيشال انفستمنت زاد ونقص 10%، خد بالك. اما شرحنا الكلام ده المره اللي فاتت احد الزملاء رد كده قال لك مفيش حاجه ايه بترخص. اتعمدت بقى بالصدفه كده لقيت اسعار الحديد والاسمنت نزلت فروحت رافعها لك. اقول لك بص لازم يا جماعه انت بتتكلم في الغيب، الغيب ده بتاع ربنا. حتى لو الحاجه بتزيد برضه في احتمال انها ايه؟ انها تنزل، خد بالك منها. انت بتتكلم على سنين جايه. مين قال ان دايما الترند يبقى لزياده؟ خدت بالك؟ ايه سبب زياده بقى ايه سبب زيادة الحديد؟ رخصه رخصه مصنع السبب مصنع بتاع بني سويف. لا لا خد بالك دي عشان هتفيدنا في الفيزيبيلتي ستادز. ده السؤال ده اللي انا بساله. قله الزحمه لا زاد كميه زاد كميه المنتج زاد عشان الحديد السعودي يا جماعه هيبدا يجي من الشهر الجاي احسن جوده وارخص حوالي 1000 جنيه ماركت شير. في منتج تاني خدم لا هيبدا يدخل بكميات اكبر. ايه ده؟ يبقى وانت بتعمل الدراسه فاكر ما قلت لك؟ ايوه ده اللي انا قريتها بصراحه لان انا بحب اعرف السبب. يبقى انت لما بتعمل الدراسه فاكر ما قلت لك اوعى تغطي اكتر من 20 ل 25% من الماركت شير، لانك زي ما انت بتفكر غيرك بيفكر. تخيل بقى افتراضا لو انا شركه حديد قالت انا هغطي بقى الجاب دي كلها ومظبط نفسه على الاسعار الغاليه وتيجي حاجه زي دي تخرب بيته. هروح ليه؟ ما تنساش لما قلت لك الكلام ده في 2005 تقريبا اما اسعار البترول كانت كام؟ عدت ال 120 دولار برميل. في اقل من سنه نزلت ل 25 دولار. دلوقتي بالعافيه ما بين ال 60 وال 70. يبقى دايما في دراسات الجدوى ما تنساش الريسك من فضلك. ما تنساش الريسك، ليه بقى؟ تعرف الراجل ممكن ياخد قراره على الريسك. لانك انت الانترنال ريت اللي طلعته دي بالبلدي كده ها؟ طب ايه الدقه في الارقام دي؟ انت قلت لي ايه النتيجه؟ اقول لك ايه دقه الارقام دي؟ يعني ايه دقه الارقام ديت؟ لو الداتا دي اتغيرت ايه تاثيرها على النتيجه دي؟ ادي معنى دقه الارقام. انا مستثمر دلوقتي وهديك مبلغ وقدره وكده انت خليتني اوبتيمستيك اكتر من لازم. يا ده 31.5% وانا بحقق 20%. طب يا اخي قول لي اسوء الظروف، صح كده؟ قول لي اسوء الظروف.
يبقى ده ميزة السنسيتيفتي ايه؟ ده انت ممكن تفوق لو اسوأ الظروف بقت نيجاتيف تقول لا يا عم تقول انا ايش ضمني صح كده ولا لا؟ دكتور حاجة زي كده توقعها ازاي؟ المينيمم بتاعنا زائد ونص 10% طب ماشي هو ممكن حد يعني منافس مستقبلي مثلا ياخد من ماركت شير اكتر لا ما احنا قلنا اوعى تعدي 25% من ماركت شير دايما خلي فيه تولرانس تولرانس ليك انت حتى عشان تعمل اكستنشن ما تقولش غطي الكميه كلها طب وبعدين ده فكر مدير خد بالك من دي احنا عاوزين مدير يبقى الريسك اسيسمنت ده في دماغه بنقول عليه برو اكتف مش هيستنى ما تحصل مصيبه وانا استنى واحد ساعه تحصل مصيبه ده كده يبقى رياكتف تمام يبقى السؤال هنا ايه مدى دقه هذه الارقام يبقى لازم ندخل على المطلوب الاخير اللي هو السنسيتيفتي ايه سنسيتيفتي اناليسيس قلنا المينيمم بتاعنا ايه يا جماعه زائد او ناقص 10% بس خد بالك بعد ما اقول لك زائد او ناقص 10% هقول لك من هتجيب اي نسب انت عاوزها لانها نسبه تناسب انا هديله زائد او ناقص 10% واروح قبل ما نشوفها هقلبها له تشارت باي نسب هو عاوزها يبقى انا اساس الحساب مين زائد او ناقص 10% ده المينيمم بتاعي اول حاجه قال لك ايه هنا انوال ريفينيو كام يبقى يتغير زائد او ناقص 10% سالفج انيشال انفستمنت انا متعمد اديك حاجات كتير عشان تتخيلها ارجع ايه معنى سنسيتيفتي اناليسيس قلنا المره اللي فاتت ايه معناها انا بثبت كل البارامتر وبغير بارامتر واحد سنجل اوبجكتيف بثبت كل يعني ايه ما اخدش الثلاثه متغيرين مع بعض يعني يبقى انا اثبت اغير بص اثبت كل حاجه واغير الانيوال ريفينيو مره زائد ومره موجب اثبت كل حاجه واغير السالفج فاليو مره زائد ومره موجب اثبت كل حاجه واغير الانيشال انفستمنت مره زائد مره موجب دي اسهل ليك في الحساب واوقع ومنها بقى ممكن تستنتج بقى الكوكتيل اللي انت عاوزه دي كده بنقول عليها سنجل اوبجكتيف اي واحد يقول لك بس انا عاوزها مالتي اوبجكتيف نقول لك روح بقى ان شاء الله حد ماجستير كده او دكتوراه في حاجه عندنا حاجه اسمها مالتي اوبجكتيف ومش هينفع بقى الاسلوب اللي احنا بنتكلم فيه ده خالص ولا ينفع للسوق هتستخدم حاجه اسمها جينيتيك الجوريثم وتابو سيرش وفازي ومش عارف الحاجات الجديده اللي انت ايه بس ممكن السوق يعني الثلاثه دول يشتغلوا فيه يعني ما ده اللي انا بقوله السوق مش عايز اكتر من كده كل دراسات الجدوى بتعمل اللي انا بقول لك عليه ده مفيش اكتر من كده معلش ده كل ما بعض اتغير ما ينفعش تغير الثلاثه مع بعض ايوه ما انت هتجيب الفريم بتاع الثلاثه خلاص خلينا بس واحده واحده انا بشرحك يعني ايه سنسيتيفتي اناليسيس ايه سنسيتيفتي اناليسيس ثبت كل يبقى ايه معنى سنسيتيفتي اناليسيس ثبت كل حاجه وغير بارامتر واحد فقط خليها خطوه خطوه يبقى انا هثبت كله وغير الانوال ايه ريفينيو تعال الاول نعملها مانوال طبعا هنا عشان معموله مانوال مين المشروع اللي نجح يبقى اقل حاجه اعملها للمشروع اللي انت اخترته الا لم يكن تعملها لمين لانه ممكن الريسك يغير الايه الاولويه خلينا على المشروع يا سيدي ماشي كده يبقى احنا ايه ديفولت دينا احنا كده لو انا بتكلم على ده سؤال في الامتحان اختار افضل مشروع بعد كده اعمل له سنسيتيفتي لانها هتبقى تكرار لنفس الفكره هناخد الاختيار الاولاني طبعا هنا بقول لك ازاي تعمله بالاكسل طبعا احنا عملنا احسن منه احنا عملنا احسن منه خد بالك ها فين اللي احسن منه اهو مش احنا جبنا ايه وبي اهو قدامك اهو صح كده يعني انا ممكن اخد ده كده وامسح بقى ده خالص طبعا انا ايه سهل جدا اهو ادي المشروع بتاعي مش هنعمل بيه ولا ايه لا ده دي السلايد دي بتشرح لك اكسل بشرح لك اللي فات ده ازاي تعمله بالاكسل خدت بالك ادي لو انت عاوز تعمله بالاكسل ماشي يا جماعه
مجرد بس بنفكرك يعني. وممكن خليها الاستاذة ما هي مش هنختلف يعني عشان ما تتلخبطوش بس. تمام؟ يبقى ايه اللي احنا عايزين نعمله؟ يبقى اجيبها انوال الاول، يبقى الانوال ريفينيو زائد او ناقص 10%. يبقى ايه دي معناها ايه؟ معناها الريفينيو الخمسة مرة يزيد نص ومرة ينقص ايه؟ الريفينيو زاد والتكاليف ثابتة، ايه اللي هيحصل؟ البي باك هتقل والانترنال ريت اوف ريتيرن هتزيد والعكس. يبقى ده اللي انا متوقع. الرقم الخمسة مليون ده في التطبيق ممكن يزيد 10% وممكن ينقص 10%. انا هسألك سؤال، عين بس اللي بيسأل عشان اعرف. اسمه الباشمهندس محمد احمد، ركز معي. سعادتك مدني صح كده؟ استاذنك ايدك بس عشان هو مش شايفني عشان ايه. سعادتك مدني، طن هنعمل استيميشن اهو دلوقتي وهناخد طن الحديد ايه كسعر في الاعتبار. طن الحديد دلوقتي بكام؟ 13. انت واثق بعد السنه 13 دي تبقى ثابته؟ طيب تتوقع يزيد ولا ينقص ولا ممكن احتمال يزيد واحتمال ينقص؟ برافو عليك صح كده. لو انا الاستيميشن بتاعي مظبوط مفروض، لو انا الايرور عندي معقوله يبقى انا زائد او ناقص 10% مقبول، غير كده يبقى الاستيميشن بتاعي غلط. طب واحد كده يبقى ده هنا اللي هيبيع الحديد. نفس الكلام لو انا اللي هشتري الحديد كرو ماتيريال، يبقى في الحاله دي يبقى الرو ماتيريال كوست. يبقى بالنسبه للراجل اللي بيبيع الحديد يبقى الماركت برايس اللي هو الريفينيو، ممكن الحديد ماركت برايس يزيد 10% او يقل 10%. تمام؟ الشهر اللي فات دوت نقص الحديد 300 جنيه. ها؟ بقت 10% ولا ما بقتش 10%؟ بقت 10%. يبقى انت الديفولت بتاعك ايه؟ الا لو انت واثق من النسبه. يبقى حط النسبه اللي انت واثق ايه؟ واثق فيها. تمام كده؟ انت واثق منها حطها. هل في الدول مثلا دوله محترمه ممكن تقول لك النسبه الماده دي هتغلى او هتنقص؟ اه طبعا. قلت لك يا جماعه ارجعوا للشابتر الاولاني في مصادر البيانات، اهم مصادر البيانات، مش عاوز بس اخرج من السلايد دي. حاطط لك مصادر البيانات وعندك الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء. بس شركتك مكسله تدفع 120 جنيه. لسه نازل جديد. كان زمان ب 30 و 40 جنيه. دلوقتي بقى 120 جنيه. شركتك شركة مقاولات محترمة بنقدرها، شوف أنا بقول عليك إيه؟ ما تقولش بقى على كاس، ماشي؟ شركتك مستخسرة تدفع 120 جنيه. خلاص هنعمل لها إيه؟ مش عندي حقيقية واقعية. افتكر بس السلايد دي 128، أنا هرجع بس للأول عشان الزميل اللي بيتكلم على مصادر البيانات، ها؟ طبعًا دي حاجة خارج الكورس، أنا حاططها لك وقلت لك إقراها. آدي مصادر البيانات عندك، أهم مصادر البيانات اللي انت ممكن ايه، وفي اكيورس عاليه جدا عندنا يا جماعه. الجهاز المركزي بيدي بدقه عاليه جدا جدا، خد بالك. بس ادفع او استقوى يصرف ازاي؟ والله لو حتى خلى ال 120,000 جنيه، يعني ايه شركه زي اوراسكوم تدفع 1000 جنيه؟ يعني ايه شركه زي طلعت مصطفى تدفع 1000 جنيه؟ المقاولين العرب تدفع 1000 جنيه؟ كلام فاضي في سبيل ان ايه؟ ليه؟ اصل لو الجهاز ده خسر هيكروت. اقتنعت ولا ما اقتنعتش؟ ما اقتنعتش؟ طيب خليك في اقتناع. ندخل في 128. يا ريت نخلينا في الاسئله بتاعت الايه السؤال عشان ما نشتتش. ماشي؟ قدامك اهو حضرتك قدامك، يبقى ايه؟ ادي الانوال ريفينيو زائد او ناقص 10%. يبقى ال 5 مليون مره هتزيد نص ومره تنقص نص. يبقى طبعا لو كل حاجه ثابته، لو الكوست ثابت والريفينيو زاد، يبقى البي باك بيريد هتقل، استرد فلوس بسرعة، والانترنال ريت اوف ريتيرن هيزيد. ده طبعا اللي هو بان منين حضرتك؟ من الوضع اللي قدامك. تعالى بقى نعملها في المثال. مش هنعيد بقى الاكسل مرة كده ومرة كده، لا سهلة قوي، سهلة قوي. تعالى يا سيدي، فين الريفينيو هنا؟ تعالى المشروع ايه؟ لا خلينا المشروع بي. فين هنا الريفينيو؟ الخمسة دي بقت كام؟ مرة بقت 5.5، ورحت ايه؟ معممها للباقي.
يبقى ايه اللي حصل؟ خد بالك هنا النت هنا يبقى البيع بقى سنتين. البيع بقى سنتين والانترنال ريت اوف ريتيرن بقى كام؟ 39.94. ده تقريبا اللي احنا ده بيها. يبقى دي لو زاد اهو قدامك اهي واضحه. طيب تعالى بقى لو نقص، تعالى حضرتك لو نقص، نقص يعني كام؟ ب 4.5. اهو خدت بال حضرتك وشدها كده. انا عايز اقول لك مالكش حق. ليه الزميل يقول لك انا هعمل ده كله؟ لازم تعمل ده كله لو انت عاوز تنجح شركتك. يبقى البي باك بيريد هنا بقى كام؟ بقى السنه الثالثه، ونزل لكام حضرتك؟ تقريبا ل 23%. ادي الداتا واضحه يا جماعه؟ ايه اللي انا عاوزه منك؟ ضفت انا السلايد دي بقى. طب هو احنا عاوزين كام بقى متغير؟ الانوال ريفينيو، سالفج فاليو، الانيشال انفستمنت. اللي انا عاوز نعمل بقى حاجه زي اللي احنا عملناه المره اللي فاتت، دي مش موجوده في المثال. يبقى ادي تغير الانوال ريفينيو زاد او ناقص 10%. اللي في النص ده البيز، صح كده؟ يبقى ادي لو الاسعار نقصت الاسعار زادت. نفس الكلام هتعملها للسالفج فاليو، ونفس الكلام هتعملها للانيشال انفست. تعالى نعمل سهله العمليه، سهله خالص. تمام؟ يبقى قال لك السالفج فاليو هتزيد وتنقص كام؟ 10%. يبقى انا ارجع بس الداتا دي الخمسه، اثبت الخمسه. خدت بال حضرتك؟ ده سيموليشن اللي احنا بنعمله. طبعا لو انت بقى عملته اوتوماتيك يبقى افضل طبعا. قال لك السالفج فاليو زادت كام؟ 10. يبقى الاثنين دي هتبقى 2.2. بس خلاص كده. 2.2. خد بالك بقى هنا. يبقى برضه البي باك بيريد بقى 3. تمام؟ السالفج فاليو زادت، يبقى جالي عائد اكتر، يبقى الانترنال ريت اوف ريتيرن هتزيد، بس الزياده جت بعد فتره استرداد راس المال. خد بالك؟ يبقى الانترنال ريت اوف ريتيرن بقى كام حضرتك؟ 32 بوينت كام؟ تعالى بقى نملاها كده اهو. الانترنال ده هنا بقى 32 بوينت كام؟ 0.09. خد بالك هنا لو انا اختصرتها بقى هقول دي 3. خلينا ايه الراجل يهمه بالظبط، يعني يهمه السنه. الكسر ده لينا احنا، خد بالك الكسر ده لو انا عاوزها بالظبط يعني، خد بالك. طيب البي باك هنا استرد فلوسه امتى حضرتك؟ بعد سنتين. يبقى البي باك بقت سنتين، بقت 3. اسف وهستاذنك، خلي انا دي 3. طالما بقى كسر من السنه بقى 3 على طول، خد بالك. ده للتبسيط عليك بدل ما تقعد تدي كسور يعني. لان احنا بنتكلم على سنين، بنتكلم على الراجل يقول لك انا هسترد فلوسي بعد كام سنه. ما ينفعش اقول له 3 سنين وشهرين يعني، لانها برده مش بالدقه دي. في البلس 10% حضرتك كتبتها في النيجاتيف. انا اسف. يبقى هنا 3 وهنا كام؟ 32.09. تعالى بقى بالنيجاتيف بقى. خدت بال حضرتك؟ يبقى دي هتبقى كام؟ 1.8. شوف حضرتك في ثواني بتعملها. طيب ما زال البي باك عند كام؟ عند سنتين، صح؟ 3. بس الانترنال ريت بقى 31 0 ايه؟ يبقى انت هنا بقى 31 قل شويه، ها؟ 0 كام؟ 0.2. 0.2. طبعا خد بالك بقى الراجل اللي بيعمل ده، الراجل في الاول هيعمل فاكتور كتير عشان يشوف الفاكتور الاكثر تاثيرا. هيلاقي حاجه ما اثرتش يبقى ما خدهاش في ايه؟ يعني انت كده السالفج فاليو ليس ليها تاثير، صح كده؟ يبقى انا ممكن اخد قرار بعد كده يا جماعه ما ناخدش السالفج فاليو في ايه؟ في الريسك. لانك انت بتتكلم على نشاط معين، خد بالك. تكلم على شركتك. يبقى لا يا جماعه بلاش بقى الايه؟ انت بتعمل دي عشان تشوف البارامتر الاكثر تاثيرا. تمام كده؟ طيب ناخد بقى الانيشال انفستمنت. ناخد الانيشال انفستمنت، تمام؟ نرجع دي 2 زي ما كانت. ايه الانيشال انفستمنت؟ السبعه. 17% يبقى مره تبقى 7.7. مره 6. صح كده؟ يبقى 7.7. خد بالك هنا البي باك بيريد ما زال في السنه الثالثه. بس نزلت لكام؟ احنا زودنا، نزلت ل 26.9.
37 لوجيك صح كده؟ يبقى هي البي باك زي ما هو ونزلت لكام؟ 26 بوينت كام؟ 36 ولا 37 بوينت 37 تمام؟ تعالى نقصها ها؟ يبقى هنا بقت كام؟ 6.3 ما انت زود الرقم ونقص الرقم يبقى بص البيج باج ما زلنا في السنه الثالثه كبيج باج بيريد ما اثرتش بس الانترنال ريت اوف ريتيرن بقى 37 كام؟ 70 يبقى دي 3 نيجي هنا 37.70 ماذا نستفيد من هنا؟ رقم واحد السالفج فاليو ما تاخدهاش في الاعتبار رقم اثنين بقى ايه اقل قيمه للربح؟ ايه اقل قيمه للانترنال ريت اوف ريتيرن؟ ال 22 وايه افضل قيمه ليها؟ 39 يبقى مين اللي اثر اكثر؟ يبقى فاكر بقى الاوبتيمستيك والبسمستيك يبقى الموست لايكلي اللي هو النورمال يبقى الموست لايكلي كام؟ 31 بوينت ادي الاوبتيمستيك وادي البس مش شرط يبقوا في نفس الحاجه يبقى الراجل ايه؟ يبقى انا اقدر اقول له كده احنا نورمال هنحقق لك 31.5% بس نتيجه الريسك في اسوأ الظروف خدت بالك خدت الامبريلا الكبيره يبقى انت كده زي ما تكون خدتهم كلهم مع بعض يبقى في اسوأ الظروف هتنزل ل 22.96 بس خد بالك وفي افضل الظروف هتطلع ل 39 بوينت كام يبقى انت كده اديتني ايه حضرتك خد بالك بقى هنا يبقى انا هنا ركز بقى كده اقول لك الخلاصه بقى نحطها هنا يبقى عندي ايه دلوقتي اوبتيمستيك بسمستيك انا اخدها كوبي بس من سلايد تانية عشان ما احطهاش ايه ما احطهاش ده اللي بنقول عليه يا جماعه السيناريو اناليسيس طبعا الزملاء اللي خدوا الريسك عارفين الكلام ده كويس جدا معانا زملاء واخدين الكورس بتاع الريسك اكيد وده من الكورسات الجميله بصراحه من الكورسات الجميله اللي تهم اي مهندس الريسك يا جماعه طبعا احنا هنا مش بندي ريسك احنا بندي نبذه عن الريسك عشان نكون صرحه مع بعض يبقى ده السيناريو اناليسيس اظبط بس دي كده عندي عشان بس ايه تمام معني اللي هي دلوقتي وانا بقى ادي السيناريو ايه حضرتك السيناريو اناليسيس ايه السيناريو اناليسيس هنا ده اللي يهم الراجل بقى ده القرار الاخير ايه القرار الاخير بتاعه نقول له خد بالك احنا الموست لايكلي المشروع ده هيحقق لك ايه ها المشروع ده هيحقق كام اقول لي بقى ها نشيل بس دي يلا يا سيدي اديني بقى الموست لايكلي كده يبقى انا اديله دي كده استاذنكم بس صغر الفونت وبعد كده انا ظبطها لكم ارفعها لكم يبقى دي ايه السيناريو اناليسيس السيناريو اناليسيس بتاعتنا اهو يبقى الانترنال ريت اوف ريتيرن كام 39 يبقى الموست لايكلي ادي الموست لايكلي يبقى ادي الموست لايكلي خدت بال حضرتك معروفه ان النسبه خلاص وادي الاوبتيمستيك وادي البسمستيك شرط بقى يبقى في حاجه لا انت تاخد الايه اقل قيمه في الارقام وافضل قيمه في الارقام يبقى ده كده بالنسبه لحضرتك اللي انت ايه اللي انت حطيته وضحت يا جماعه سهله يبقى اما نيجي نعملها طبعا الموضوع سهل يبقى ادي السيناريو اناليسيز اللي انت ايه يبقى عرفت ليه لازم نجيبها لاكتر من حاجه لازم نعملها كده عشان نقدر حضرتك ان احنا ايه نظبط يبقى ادي فايل اتمنى كده الاكسل دلوقتي ما فيهوش مضيعه يعني انا اتعمدت اعيد الاكسل لان ده اساس شغلك كله هيبقى بالاكسل يبقى انت ايه اديك ايه جبنا الاكسل مع بعض وادينا شفنا الداتا بتاعتنا هتمشي ازاي يلا قول لي بقى ايه بقى اللي مش واضح انا تحت امرك اللي باقي كله هيبقى بنفس الايه انا بتكلم طبعا عن النوعيه دي من المسائل
النوعيه دي من المسائل اللي جاي كله يبقى بنفس الفكره بالظبط، يبقى بنفس الفكره بالظبط. ماشي يا شباب، لخص بقى السؤال كده. يبقى ادي المشروعين، انا عندي داتا. طب اسال سؤال بقى، لو انا في المرحله دي اكيد الدراسه دي ليها اسم عندنا، ايه هو؟ pre-feasibility study. طالما فيها selection يبقى بريف زابلت ستادي، واتحف كده حضرتك. يبقى البريف زابلت ستادي اديني اكيد مش هتبقى بدقه 100% زي الفيزابلت ستادي، لان في الفيزابلت ستادي هتدخل في تفاصيل اكتر، فالداتا هتبقى اوقع كده. يبقى الراجل اداني مشروعين، لخص بقى اللي قلناه كده. اول حاجه حول الداتا، اي داتا عندك لكاش فلو، دي اول خطوه. يبقى اول خطوه كوست استيميشن جبناه او كاش فلو استيميشن. ابدا احسب لي البي باك بيريد، ابدا احسب لي الانترنال ريت اوف ريتيرن، اختار افضل انترنال ريت اوف ريتيرن، لو تساوي يبقى اقل بي باك بيريد. المشروع اللي انت اخترته توقع تغير البارامتر، المينيمم بتاعنا كام زائد او ناقص كام؟ 10. لا يمنع توصل ل 20، توصل ل 25. خدت بالك؟ خد بالك في دي قوي، المشروع دوت العمر متساوي. طيب لو اللايف مختلف، ادرس على الاقل واحد. لو اللايف مختلف ادرس على الاقل واحد. شوف البي باك بيريد بس اللايف مختلف، يبقى على الاقل عدد سنين اكثر فايده. انترنال ريت اوف ريتيرن، انترنال ريت اوف ريتيرن ده يا جماعه ستاندر انديكيتور، وضحت لك انا قبل كده ايه. ركز كده، ده مديني 10 ربح وده مديني 20 ربح، يبقى دلوقتي كقيمه ال 20 افضل من ال 10، بس ال 20 من كام وعلى كام سنه، وال 10 من كام وعلى كام سنه. فلو انا حولتها لك نسبه، نسبه سنويه، خد بالك نسبه سنويه، يبقى خلاص مهما اختلف اللايف، يبقى لو اختلف اللايف ايه بقى دلوقتي؟ الانترنال ريت اوف ريتيرن هي الاصدق. ولا تقول لي بقى بي باك بيريود ولا نت بريزنت فاليو ولا لا لا لا، كل ده ما ينفعش. ليه؟ تاني اهو، مشروع شغال 10 سنين زي مشروع شغال 5 سنين. لو انا جبت نت بريزنت فاليو ما اكيد الخمس سنين حتى لو كان بزياده هيبقى اقل من ال 10 سنين. اما لو انا حولتها كانترنال ريت اوف ريتيرن يبقى القرار سليم. اقتنعت؟ يبقى عشان كده نقول لك ايه؟ ما فيش دراسه ما يكونش فيها انترنال ريت اوف ريتيرن. ما ينفعش. انا فاكر زمايل ليكم الترم اللي فات دوت، كان يعني بدون تفاصيل شغلهم كانوا واخدين تطوير حاجه في القناطر الخيريه. هل يعملوا لها احلال ولا يعملوا لها عمره؟ وكان اللي عامل الدراسه دي ناس اجانب. فاعرف ليه بقول لك جيب دراستك، عشان اما تحط ايدك على حاجه تقدر في شركتك تتكلم. وكان البي عامل المقارنه على البي باك بيريد والنت بريزنت فاليو. الاجنبي ولا؟ الاجنبي. البي باك بيريد والنت بريزنت فاليو. زميلتك بقى قالت الكلام ده غلط. ما تستغربش بقى، اصغر مهندسه عندهم. معلش هنعمل ايه؟ ليه بقى؟ ازاي هتساوي عمره كترها تقعد 10 سنين 15 سنه او 20 سنه باحلال جديده يقعد 40 سنه؟ طبعا كانت النتيجه ايه؟ ان العمره هي الافضل. بس العمره والعلمه وانت مثبت باقي مثبت الكواليتي ومثبت السيفتي ومثبت حاجات كتير. تاني عربيتك بتعمل لك مش شرط عربيه يا جماعه، بقول لك عربيه ببساطه، ممكن معده ثقيله، ممكن خط انتاج عندك، ممكن اي حاجه عندك. طريق
اعمل طريق جديد ولا اعمل صيانه للطريق القديم؟ فلازم باي ديفولت يجي ايه؟ الصيانه ارخص. وده الكارثه اللي واقعين فيها في كوبري الساده عيشه. ودلوقتي يعني في كباري تاني دخلت في الاعتبار. ماشي؟ ما ينفعش. لان الزميل باصص لنفسه مش باصص للسيستم، الزميل اقصد المؤسسه. بس طب انا اخسر كام؟ يا عم ما هو السيستم هو الاساس. شو قول للناس هتخسر كام؟ قول المجتمع هيخسر كام؟ عشان كده مهم قوي السيرفيس. تمام؟ يبقى نرجع تاني، يبقى الراجل اداني مشروعين اهمت، يبقى ايه؟ قلنا ميزه الانترنال ريت اوف ريتيرن ده ستاندر. طالما مشروع ربحي يبقى لازم البي باك بيريد والانترنال ريت اوف ريتيرن. طب مشروع خدمي ممكن البي باك بيريد ملهاش معنى. مدرسه حكوميه، جامعه حكوميه، مستشفى حكوميه، وما ينفعش انترنال ريت اوف ريتيرن لان هو ايه؟ غير ربحي. يبقى في الحاله دي النت بريزنت فاليو. يبقى اختيار الانديكيتور على حسب ايه؟ الحاله اللي تحت ايدي. خدت بالك؟ الحاله هي اللي هتفرض. تمام؟ يبقى ادي انا هرفع لكم طبعا المثال دوت بعد ما خلصناه كده على الجروب، وهرفع لكم الاكسل برضه. ماشي؟ يبقى ادي الداتا عملناها، وارجوك اعملها مانوال. بقول لك للمره الاخيره انا بالنسبه لي مش هتفرق، بس ارجوك اعملها مانوال، هتفرق معاك انت جامد. يبقى ادي كده ماشي، ادي السالب السنسيتيفيتي للمشروع بي، عملنا للباقي طلعنا ايه حضرتك؟ ركز بقى معايا، مين الاكثر تاثيرا بقى، البي باك بيريد ولا الانترنال ريت اوف ريتيرن؟ برافو عليك. يبقى لا يمنع بقى ده سكتش. اروح واخد، بص احنا ادينا ايه؟ ادي البيز، وادي ايه حضرتك؟ زاد 10% وناقص 10%، ده سكتش. تخيل بقى لو انت رسمتها بالاكسل بقى واداك الايه؟ لا ومش 10 بس بقى، خلي الاكسل يبقى انت خدت النسب الايه؟ المحتمله كلها. ده البيز، خد بالك ده البيز، ده سكتش، ده سكتش عشان باوربوينت. يبقى ادي البيز. طيب هنا مين حضرتك؟ يبقى ادي تغير الانوال ريفينيو، وادي تغير السالفيج، وهكذا. قلنا احنا السالفيج ايه؟ ملوش تاثير جامد، صح كده؟ يبقى بدل السالفيج هنقول الانيشال ايه؟ انفستمنت. يبقى ادي كمان الانيشال انفستمنت. تمام كده يا شباب؟ اديك عملت احلى دراسه فيها كل حاجه. وابقى لو الفيجر ده خليته بالاكسل كمان. تمام؟ تعالى نفتح الجروب مع بعض. قبل ما افتح الجروب، ده تغيير ارقام. انا مديك مثالين تغيير ارقام بس، انك مديك النتيجه، ده تغيير ارقام ما عملش حاجه جديده. ماشي؟ تمام كده؟ انا بس همسح الاكس، امسح ده لان ده يعتمد عليك انت خلاص، مش لازم بقى نحطه في الحاله. خلاص معروف انك انت عاملها بالاكسل. خدت بالك؟ يبقى انت ليه؟ عشان امشي الترتيب السلايد اللي عندك. يبقى في سلايد حضرتك 130 نفس الكلام، خمس سنين. طيب هيجي واحد يقول لي طب احنا هناك عاملين اربعه، نقول لك لا ما عملناش اربعه، ده احنا عاملين 10 ودخل العدد اللي يعجبك. تعالى هاخد بس ايه؟ اديني حتى المشروع ايه كده على سبيل المثال، اديني المشروع ايه كده من فضلك، اديني كده. انا عايز اقول لك بقت ستاندر عندنا خلاص. اقفل دي كده. يلا اديني يا سيدي الانيشال كام؟ ست. الانوال كوست؟ ثلاثة. ثلاثة ثابتة لكام سنة؟ سنة الخامسة. خلاص اديني السالفج. اثنين. لا يمنع السالفج يبقى صفر. تمام؟ لا يمنع السالفج يبقى صفر. طيب ممكن يبقى انوال؟ ها؟ ممكن يا راجل حرام عليك، حرام عليك كده، انت كسرت اللي احنا عملناه كله، وده اللي انا علقت على المهندسه صفاء كده، انت خليتها ايكونوميكال. خد بالك من الحتت دي. ايه الايكونوميكال؟ هتاخد الكابيتال وتجيب له ديبريسيشن بقى. انوال بقى خلاص كده عليك مصرفين. ماشي؟ اقتنعت بقى ولا ما اقتنعتش؟ لسه ما اقتنعتش؟ طيب ماشي كلكم حبايب. طيب الريفينيو بقى كام؟ خمسة. الريفينيو خمسة.
خمسة خمسة خمسة. يبقى البي باك أو البي باك ثلاث سنين والإنترنال ريت أوف ريتيرن 25 بوينت كام؟ بص حضرتك أول واحد هتلاقيه مظبوطة أهو 25.2 الأكسيم مطلعها بالظبط 25.25 25.25 ماشي كده؟ اللي هي أكبر نفس الكلام اللي ده يبقى هي عملية سهلة وبسيطة. ده مثال ثالث بأرقام مختلفة. يبقى المقصود هنا إيه؟ الأرقام دي يا جماعة تشيك إنك شغال صح. ماشي؟ تشيك إنك شغال صح، خد بالك. ده نوع تاني بقى، خد بالك إحنا بندخل أفكار دلوقتي. الموضوع يا جماعة خلص كل المحاضرة اللي فاتت اللي قبليها، اللي جاي كله أفكار. خد بالك هيبقى في كذا، هيبقى في كذا، هيبقى في كذا. خد بالك؟ يبقى إيه؟ ده كده اللي إحنا إيه؟ وقفنا عنده من لغاية السلايد عندك 135. تعالى بقى ندخل على الجروب. خزي بس ده كده. أنا ماشي خلاص في الجروب ده كده. أول حاجة لو دخلت هنا على فايلز، ركزوا معايا يا سمية، لو دخلت هنا على فايلز هجيب لك لستة الفايلز اهي. أنا الأسبوع اللي فات رفعت لكم ثلاث دراسات جدوى غير اللي موجود من الأول، خد بالك منه. يعني مالكش حجة، مالكش حجة. في هنا فايل اهو، ده ايكونوميكال، المقصود حضرتك كوست أناليسيس الايكونوميكال، ده الفاينانشال اهو، هنزله اهو قدامك، تمام؟ آدي داونلود، بس نرجع بنقول ده بايد ليك، المفروض أنت تعمل أحسن منه بصراحة، ماشي؟ في كل الأفكار اللي تيجي على بالك، بص. اول حاجه آلة حاسبة بسيطة، تعرف ان ممكن باستخدام الآلة الحاسبة البسيطه دي تحل اي مثال، بس هتاخد ده كده زي ما تكون شغال مانوال بالظبط، كده زي ما تكون شغال مانوال. فاكر لما قلنا 1000 جنيه فايده 10% بعد 3 سنين يساوي كام؟ طب بعد سنه كده، بص كده بعد سنه اهو، يبقى دي ايه حضرتك؟ فيوتشر بدلاله البريزنت، هنا البريزنت بدلاله الايه؟ الفيوتشر. لو جات لك حاجه طارئه كده طيب، هنا مديك بقى ايه حضرتك؟ مشروعين ممكن تدخل مشروع ايه ومش... زي اللي عملناه بالظبط. ويرسم لك الكاش فلو كل حاجه. هنا بقى لا، انا عاوز بقى بيانات تفصيليه. يبقى دي احنا عاملين التايم كده، ده معمول كده بس. بص كده، مجرد ما تدخل الفاينانشال داتا يديك ايه حضرتك؟ يديك الاناليسيس كاملا. خدت بالك؟ ده برضو تدريب ليك انت. والزميل بقى اللي عاوز يعرف البي باك بيريد اتجابت ازاي بالظبط يدخل بقى وايه ويقرا بقى الايه ازاي اتبرمجت. ماشي طيب، بعد كده حاطط لك امثله، دي كيس ستادي، يعني كيس ستادي دي بتاعت احدى الامتحانات اللي جبناها قبل كده. الراجل بص سهل اهو، هم خمس سنين تمام كده حضرتك، وعنده بروجكت ام وبروجكت ان، وهو افترض ان القرض ب 14%، فاحنا عاوزين نحسب النت بريزنت فاليو. بس بيقول لك خد بالك ده على الورق، في الواقع ممكن الاقي، ممكن بقى المشكله بقى الايه السنسيفتي فين؟ في نسبه القرض. انت قلت القرض 14%، بس انت لسه ما اتفقتش مع بنوك، ما اتفقتش مع جهه، ممكن في الواقع تلاقي ايه؟ تلاقي اقل ازيد. شوف بقى، ادي السؤال كامل. بس شوف، انا عاوز اقول لك، بص سؤال زي ده فروم اي تو زد بالفيجر بكل حاجه، خدت بال؟ ده اللي المفروض تعمله لنفسك بصراحه. خدت بال حضرتك؟ واحده اهو، هيبقى قدامك جايد تمشي عليه، اعمل احسن منه، تمام؟ يبقى انت كده ايه؟ كده الاكسل فايل ما عندناش فيه مشكله. وانا اتعملت انزله قدامك من على الجروب. ان شاء الله بعد ما نخلص الكورس ده قرب الاخر كده، عشان ممكن تستفيد منه في الامتحان، لو ضفنا عليه حاجه هنرفعه لك بقى ايه في كل حاجه. وانت اختار اللي انت عاوزه. اتفقنا كده يا جماعه؟ يبقى ادي ايه؟ ادي الاكسل فايل.
كده كده المحاضره خلصت، بس لسه ما خلصتش، لسه ما خلصتش. تعالى بقى نشوف احنا قلنا ايه المره اللي فاتت، ورفعت لك مجموعه ايه اساينمنت، نشوف هنعمل فيها ايه، نشوف هنعمل فيها ايه. بس كده انا عايز اخرج من ال... ماشي ركز بقى معايا، اخدها بس من ايه، من اخر حاجه احنا قلناها دي، دي الدرس. ايوه من لغايه كده احنا كنا واقفين هنا، فاكرين المثال ده؟ وقفنا هنا بالظبط، وقفنا هنا بالظبط، ادي الداتا وطلبنا من حضرتك تحله. اتحل؟ طيب كويس، هناخد مثال دلوقتي نشوف الزميل حله ازاي. ماشي؟ طيب بعد كده يا حضرتك انا حبيت هنشوف دلوقتي حل. لو معاك سوفت يبقى افضل بحيث الزملاء يشوفوا. حلو قوي، ممتاز كده، ليك بونص. ماشي؟ ايوه المجموعه ليها بقى، احنا كلنا شغلنا مجموعه، مفيش شغل فرد، نشيل بعض بس. بس جدعانتك ما تحطش حد على الجاهز، يبقى انت كده بتخدعه، هيجي في الامتحان يسقط. حر حد يسقط معاك؟ ماشي. هاي هنيجي هنا، بص هنا تعمدت ارفع لك هنا، خد بالك انا انا يا جماعه بقول للزميل خش معانا على الجروب، ويا ريت تساهم، يا ريت تساهم. يبقى ادي ايه حضرتك، ادي ادي انا عايز اقول لك مفيش حاجه ليها امان. طيب المثال اللي عملناه المره اللي فاتت دي البيانات الحقيقيه بتاعت الدراسه الحقيقيه، بس الدراسه كانت معموله 10 سنين، انا خدتها 5 سنين. ماشي كده؟ يبقى انت ايه؟ احنا قلنا المثال اللي فات تعمله بالاكسل. لو طلع نفس الداتا المانيوال يبقى كده الاكسل فايل بقى مظبوط. يبقى ده النوع الاولاني من المسائل. النوع الثاني المشروعين وتقارن مع بعض. ماشي، احنا ناخد 8 انواع من المسائل، احنا بنخلص حاجه حاجه. طيب الاكسل فايل اللي انت عملته دخل عليه بقى الارقام دي، عملناه وطلعنا غلطه في الجامع. طلعت غلطه في الجامع؟ برافو عليك. لا لا في دي اه انا ما جمعتش. ايوه لان انا عاملها مانوال، ما انا قايل لك عاملها مانوال. تاني انا هناك بسطنا الارقام، اول ما تلاقي في دراسه، ركزي معايا، اول ما تلاقي في دراسه الارقام ثابته افقد الثقه فيها على طول، الا لو ده مثال عشان نحله بايدينا، احنا عاملينه عشان نحله بايدينا. ماشي كده؟ يبقى وعشان كده قلت لك لا مفيش حاجه ثابته، ابسط ما فيها في انفليشن ريت، انا عندي انفليشن في نسبه. يبقى لو انا عارف الارقام صح كان بيها، لو انا مش عارف الارقام صح زود قيمه الانفليشن ريت. ماشي كده؟ اتفقنا. احنا دلوقتي ايه بصدد نجمع افكار الكيس ستاديز. طيب بعد كده دخلنا ايه حضرتك، رفعت لك بقى دراسه جدول انشاء مصنع جرائم بعد كده مدرسه خاصه بعد. المهم المهم في زميل رفعت لك فيديو، دي المحاضره الرابعه وبعدين الثالثه. في زميل ليكم بعت مسج المحاضره الثالثه الفيديو مش واضح، فسميه هي مسحتها ورفعتها تاني، خدت بال حضرتك ده السبب انها اترفعت مرتين. اشكر بقى محمد طارق، فين محمد طارق؟ مش معانا، ما جاش. زميلكم يا جماعه محمد طارق معانا، معانا في الجروب، رافع كتاب جميل جدا، ده بصراحه يعني انا بشكره ومثبت ايه بالفيديو، يعني رافع كتاب. بس خد بالك ده في الاساسيات كلها، وكلمه ايكونومي هنا فاينانشال ايكونوميكال وريسك، كل ده اسمها ايكونومي. بس راعي ده بيشرح، ده ما بيتكلمش على فيزابيلتي ستادي، ده بيستعرض لك كل الانديكيتور اللي في العالم. فكتاب بصراحه ما استعرضته من الكتب الجميله جدا جدا جدا، فيا ريت حضرتك تستعين بيه بجانب الكتب اللي احنا رافعينها قبل كده. طيب ايه تاني عندنا؟ ادي المثال اللي احنا رفعناه دلوقتي، المثال اللي احنا حللنا يعني حليناه كاملا مع بعض، وهرفع لك دلوقتي الحل كامل عشان يبقى جاهز ليك. رفعت لك ايه تاني بقى؟ ركز كده. المره اللي فاتت زميل ليكم سالني، قال لي ايه الفرق ما بين الفيزابيلتي ستايل مع البيزنس بلان؟ خد بالك البيزنس بلان يا جماعه دي اوبريشنال، انا بعمل ايه؟ خطه تشغيل الشركه السنه الجايه، دي بيزنس بلان. اما الفاينانشال احنا كل كلامنا على ورق. تاني يبقى ايه البيزنس بلان؟ شركه شغاله
وانا عاوز اعمل لها خطه اساسيه للسنه الجايه فيها كل حاجه. بس الراجل بيتكلم على حاجه ايه؟ يبقى الفيزابيلتي ستادي ري انفستمنت، الحاجه مش شغال. اما البيزنس بلان لحاجه ايه حضرتك؟ شغال. ولا يمنع من الفيزابيلتي ستادي تاخد اول سنه دي الاكونوميكال ستادي وتداني تفاصيل تبقى دي بيزنس بلان لاول ايه؟ لاول سنه. يعني انا فاكر طبعا انا رفعت لك فيديو بسيط في 5 دقائق يقول لك ايه الفرق ما بينهم. برضه بندعم نفسنا، ده اللي انا قلته له، بس انا بندعم نفسنا بحاجه عشان لان في زملاء كتير ايه بيتلخبطوا في الحته دي. بزنس بلان، فيزابيلتي ستادي، بروجكت مانجمنت. لا، فيزابيلتي ستادي انا لسه ما صرفتش حاجه خالص. انا كل تفكيري على ورق. اكسبتد، خش بقى حضرتك مرحله الانفستمنت. وده اللي احنا قلناه في اول محاضره. رفعت لك مثال تاني تمام، بقول لك جرب. بس جيت بقى ايه هنا في الاخر، طب الداتا دي جت ازاي؟ الراجل هيجيب الداتا دي ازاي؟ فروحت رافع لك بقى اصل الداتا دي. دي فيزابيلتي ستادي كنت انا عملتها وانا في سنك كده زمان، وصلنا لهذه النتيجه. في حاجه عندنا يا جماعه قلناها في اول محاضره، ستادي اسامبشنز. هل الراجل هيقعد يحسب كل كبيره وصغيره؟ لا طبعا. انا دلوقتي عاوز اعمل فيزابيلتي ستادي لمصنع حديد، يبقى لازم ازور مصنع حديد، صح كده ولا لا؟ ولازم احل البيانات مصنع حديد. مش معقول هتبدا من الصفر. امال ليه الناس بيجيبوا الاستشاري؟ عشان الداتا دي. الداتا اللي انا قايلها لك دي حضرتك لاي مانيفاكتشرنج بروجكت، تقل حاجه بسيطه تزيد حاجه بسيطه. تقول مثلا دي خلاصه مثلا ما يقرب من 10 دراسات كده، مصنع تصنيع، تصنيع واحد يقول لك بس احنا مدني مش هتفرق جامد. لو عندك النسب بتاعت شركتك ما خلاص، لو ما عندكش النسب يبقى دي ديفولت. وضحت كده؟ ايه النسب اللي عندنا؟ المينتنس. معروف ان المينتنس كوست 3% منين حضرتك؟ من الانيشال انفستمنت. هي في الواقع من 2% ل 3%. مين شافها غير 3% في الدراسات بتاعته؟ طيب مين شاف الرقم ده قبل كده؟ محدش شافه في الدراسه؟ يبقى الدراسه نخاف منها. لان لازم حاجه اساسيه في الدراسه، ايه الاسامشن بتاعتك؟ جبت الرقم ده ازاي؟ عشان كده قايل لك اسمها ستادي ايه؟ ولو رجعت الشابتر الاولاني تلاقيني عامل لك بتاع 4-5 سلايد عن الاسامشنز. لازم الدراسه في الاول كده تقول لي انا تاني اهو. اما بتسعر اوفر، بتسعر تندر وتقدم اوفر، تبقى حاطط اسامشن. انا مثلا متر، انا المتر المسطح في المبنى دوت هاخده ب 7000 جنيه، بس خد بالك الاسعار دي اما كان طن الحديد ب 12000. طيب لو طن الحديد اختلف عن 12000 يبقى نسبه وتناسب وليكن، ده اللي انت بتقوله في العقود صح كده؟ يبقى نسبه وتناسب من تغير هذا الرقم. لازم اي دراسه يكون فيها ايه في الاول حضرتك؟ اسامبشن. انا بديك الاسامبشن دي مش عشان تعملها عندك، عشان لما تاخد دراسه تعرف الراجل جاب الرقم ده ازاي. ايه الاسامبشن اللي عندنا؟ انا بشتغل كام يوم في السنه؟ اللي احنا بنقول عليه ستاندر وركينج اورز. الناس اللي شغلوا برمافير هتلاقي الكالندر، الكالندر كده يقول لك ستاندر وركينج اورز. خدت بال حضرتك؟ المهم يبقى اهم الاسامبشن عندنا في التصنيع، انا بقول التصنيع اهو، شوف انت فين من التصنيع. انا تصنيع، انا هندسه صناعيه ما هي ناحيه التصنيع، خد بالك. يبقى المينتنس عندنا 3%، هي في الحاله هي من 2 ل 3%، خلينا 3%. الانشورنس حضرتك 1%. السالفج فاليو خد بالك،
سالفج فاليو. التطور اللي موجود يا جماعه في التصنيع مفيش حاجه بتوع 30 سنه زي الاول. يعني ايه مثلا لو انا ستيل عز، لو انا ستيل، الفرن ممكن يقعد 30 سنه مستريح، بس التطور التكنولوجيا غصب عننا لازم ايه؟ خدت بال حضرتك؟ يعني انا فاكر في 84 كان اول جهاز كمبيوتر اجيبه اكس تي، محدش طبعا فيكم يسمع عنه. اكس تي كان 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 الهارد ديسك 5 ميجا مش جيجا، والهارد ديسك اكبر من الايه يعني ايه، بص حضرتك اكبر من الورقه دي بسمك 30 سنتي اللي انت دلوقتي كيسة. فلاشه كيسة. فلاشه فلاشه، خدت بالك اديها كم مره؟ احنا 5 ايه مي. فاكره قلت لك لو انت بتعمل مصنع الانتاج ده اوعى تخطط على ده، ده بعد سنه مش هتلاقيه، لا يمنع في الوقت الحالي عاوزه. عشان كده مهم قوي التارجت كاستمر، قلت لك فيها ايه؟ شورت تيرم ولونج تيرم، لانك وارد المنتج بتاعك بيتطور. المهم يبقى عندي المينتنانس دي، دي ده يا جماعه دي اسرار شغل، بس ايه انا بعتبرها علم وانتفع فيه. خلاص احنا ايه عافى علينا الزمن، فال يعني الاساس انتم ان شاء الله. يبقى المينتنانس 3%، الانشورنس 1% من الانيشال انفستمنت. واحد يقول لك اني انيشال انفستمنت، يقول لك في الدراسات بنجمع كله مع بعض، وانت هتقعد كل مكنه تحسب لي ليها ديبرسيشن وتحسب لي ليها كذا، يبقى مش هتخلص. اجمع الانيشال يبقى ده ايه حضرتك. واحد يقول لي طيب ده للمكن ولا للمبنى؟ نقول لك للاثنين، ما المبنى عاوز صيانه برضه، مش المبنى عاوز صيانه زميل بتاع مدني. تمام. السالفج نتيجة تطور التكنولوجيا، احنا بنتكلم على التصنيع برضه اهو، اول 5 سنين فقدنا 50%، معلومة ليك انت بقى، بعد 10 سنين تبقى السالفج 20%، بعد كده مفيش. ليه؟ التكنولوجيا متطورة فوق ما تتخيل. يعني انا اعرف جهة غيرت فرن اسمنت وجابت فرن اكثر تكنولوجيا. ازاي يا عم ما الفرن شغال زي كده، العربيه كده، العربيه ماشيه كويسه، بس انت عاوز حاجه تدي سبيد، تدي برودكشن، خدت بال حضرتك. يبقى السالفج فاليو للتصنيع، وبرده مش هتختلف جامد عندك، خد بالك لو انت مدني بتتكلم على كونستراكشن، ويا ريت زميلي يديها لنا المره الجايه يقول لنا احنا في شغلنا كذا. هات بيانات شركتك، مفيش اسرار، شغلنا في المقاولين العرب، قول لهم نسبه التكنيكال اوفر هيد كام في الميه، نسبه الاوفيس اوفر هيد كام في الميه، ايه التكنيكال اوفر هيد؟ اي حاجه غير الدايركت كوست بتخدم على التنفيذ، بتخدم على الانتاج. الانتاج ده دايركت، دايركت كوست، دايركت برودكشن كوست، سواء كان ماتيريال او عمال، خدت بالك؟ خدمات انتاج بقى عندك كتير ما تعدش، مش في ماتيريال هاندلنج، وفي عندك انفنتوري، وفي عندك سيفتي ديبارتمنت، وفي عندك كواليتي ديبارتمنت، وفي عندك هيومن ريسورس ديبارتمنت، وهكذا. اي حاجه اي حاجه غير الدايركت بنقول عليها اوفر هيد، اللي هي الاندايركت. لو هي داخله في العمليه يبقى تكنيكال، لو هي نواحي اداريه بحته يبقى ايه؟ اوفيس اوفر هيد. المعتاد عندنا ان التكنيكال اوفر هيد 50% من الدايركت برودكشن كوست، والاوفيس اوفر هيد 25% من الدايركت ايه برودكشن. يبقى بص، يبقى الراجل مش هيجيب اكتر من ايه؟ من الجزء الفوقاني ده فقط، وما فيش اسهل منه. يبقى انا عندي الكوانتيتي وعندي البرايس، ده عندي الماركت، قول لي هتجيب معدات بكام اجمالي المعدات، وقول لي المبنى بكام اجمالي المبنى، والدايركت لا يختلف عليه اثنين. ايه الدايركت؟ اهو انا هنتج المكتب ده، اي حاجه اقدر اعملها كوست الوكيشن على المنتج وليها ستاندرد ريت فيها دايركت. خدت بال حضرتك؟ يبقى تقدر تحسبه. يبقى انا عاوز اقول لك ان العمليه مش صعبه. لو انت مفروض بقى في طبيعه عملك عملت لنفسك الاسامشن دي، يبقى انت الداتا اللي هتجيبها اقل ايه؟ اقل من ايه؟ اللي انا عاوز منك؟
البيانات دي قديمه، البيانات دي قديمه مش هخدعك. قول لي انت فين او الدراسه اللي معاك فين من البيانات دي. بس بس الراجل مديك الارقام جاهزه بقى ازاي؟ تمام. يبقى عندنا ايه دلوقتي؟ في عندنا دايركت كوست، في عندنا اندايركت كوست اللي هو بنقول عليه الاوفر هيد، مينتنانس، انشورانس، هيومن ريسورس، ماركت، وهكذا. طيب المينتنانس لا يختلف عليها اثنين، 3% من الانيشال انفستمنت. الانشورانس لا يختلف عليه اثنين، 1% من الانيشال انفستمنت. لو حصلت حريقه، حصلت حادثه، بتبقى انت مأمن ايه؟ مأمن مصنعك، لذا مش هتاخدها في الاعتبار. اي حاجه غير كده، الميه، الكهرباء، الكهرباء اللي مش داخله في الانتاج، قلت انا اهو الكهرباء دي اندايركت. بس لو انا مصنع ستيل واكتر من 90% من استهلاك الكهرباء داخل في الستيل، ويقدر يقول لي كده طن الستيل يستهلك 800 كيلو وات اور، بقى دايركت، بقى دايركت. الميه اكيد اندايركت، صح كده؟ لو انت قلت لي محطه خرسانه وبنشتري الميه ومعروف متر الخرسانه بياخد قد ايه ميه، بقت الميه دايركت. وقعت حته جات ولا لسه؟ يبقى انت قدامك بيانات بسيطه، احنا عايزين نقول لك العمليه سهله وليس صعبه. تمام؟ مثال انا كده ايه؟ كده بسطنا الموضوع بقى اسهل مما نتخيل. تمام كده يا جماعه؟ ده هنا الاكسل اللي احنا ايه؟ رفعنا. كده المحاضرة خلصت، نشوف بقى الزملاء اللي هيورونا تورينا اي مثال. الاثنين احنا ممكن حاجة نتكلم عن ارض الاندلس. تمام، هناخد المثال بتاع ارض الاندلس. خد بالك حتى لو ما عملتش الاسايمنت في يوم المشروع هتجيبها كلها، بس اكيد اللي بيعملها اول باول، اللي بيعملها اون تايم، غير اللي بيجيبها ايه؟ ليت. اكيد يعني. يعني انت بتكلمني دلوقتي على اي مثال؟ اللي هو المثال ده. طيب يلا يعني يا سيدي وريني اديني السوفت كوبي. احنا عند السوفت كوبي، السوفت كوبي عشان الزملاء يشوفوا. انا من الربح سعر البيع، ها؟ من سعر البيع، من سعر البيع. طب اسال سؤال، لو انا عربيه راكنها سنه، مش هعمل لها صيانه؟ لو انا عندي مبنى، انا ما بقولش هو غلط، احنا بنقول نفكر في، بص اوعى تقول اي دراسه في الدنيا غلط، لان اكيد الراجل ليه ظروف غير ظروفنا. لو انا بتكلم على مبنى زي ده وقفلته لمده 6 شهور، يحتاج صيانه ولا مش يحتاج صيانه؟ بس خلاص، يبقى ازاي بقى من الريفينيو؟ هو معظم الاسامبشنز حاسبها. طيب هو عامل سيكشن سماه اسامبشن، خلاص يبقى الراجل ده برافو عليه. ده اللي انا كنت عايز اقوله. اداكي كام اسامبشن بقى؟ معاك سوفت كوبي؟ اهو. طيب استاذنك بس نعرض دي ونشوفها مع بعض. ايه دوت؟ اللي هو المثال بتاع ال، يعني انت اديتني الكاش فلو على طول؟ لا، حاجه تطلع فوق هتلاقي في جدول. اه، في داتا فوق؟ تمام. دي الداتا اللي انت حسبتها. ايوه. اللي هو اديها لك. وبدات تجمع، جبت منها ادي الكاش فلو. راجع مع بعض يا جماعه، ادي الكاش فلو، تمام. ادي الكوميونيتيف، يبقى هنا البي باك معروفه. طيب ما حسبتهاش ليه اوتوماتيك؟ دي كده بطريقه مانوال. دي مانوال. اه ماشي. المهم مش اشكال الانترنال ريت. ايوه تمام كده، تمام. الايكونوميكال تحتيها. اه ايوه، خد بالك بقى. الايكونوميكال حولنا الكابيتال الى انوال ديبريسيشن، ولازم تقول كده من ضمن الاسامبشن ايه الطريقه اللي استخدمتها في الديبريسيشن. لازم دي من ضمن الاسامبشن، ما ينفعش تحطها لي كده وخلاص. تمام، جبنا كده. تمام، الانوال ريفينيو ماشي، جبت ايه؟ تمام. السنسيتيفيتي عملتها؟ لا. تمام، كويس كويس، كملها بقى بحيث ايه؟ المره الجايه. طيب نخش بقى الاسايمنت الثاني. الاسايمنت الثاني احنا افترضنا اولا حضرتك كنت حاطط سعر الارض 3 مليون. تمام. وتحقق حضرتك ان سعر التنفيذ 6000 متر مسطح، ف 6500 متر 3 مليون زيهم. واحنا قلنا التنفيذ 12 شهر. 12 شهر. تمام. فقسمنا، اعتبرنا الخرسانات بتاخد نسبة. طيب ما تيجي تشرح كده بحيث الزميل يستفيد.
لانها دي فيها assumption. خدوا بالك دي فيها assumption هيختلف من واحد للتاني. يلا ركزوا كده معانا. المعطيات اللي موجوده ان ده سعرات ولا بتحب تشاور وانت بتتكلم. سعر الارض 3 مليون وسعر التنفيذ كان 6000 متر مسطح. الارض 500 متر مسطح يبقى سعر التنفيذ 6500 3 مليون زيهم. افتراضا بما اننا مدني خلينا بنعرف الخصام تقريبا 60% للاعمال. فافترضت ان 60% من 3 مليون اللي هم 1,800,000 قسمتهم على 5 شهور. اعتبرت الخرسانات مدة المشروع 12 شهر، 5 شهور خرسانات و7 شهور عملت اشتراط. طيب يبقى انت هنا هتضيف لي سلايد سميها assumptions. تمام. تمام كده؟ يعني انت هتيجي هنا سلايد هنا assumptions. انا افترضت كذا، افترضت كذا، افترضت. انا بتخيل حضرتك بتقدم ريبورت. تمام انا كده. فعاوزك تقدم الريبورت بشكل متكامل بحيث اما حد يقراه يبقى عارف ما يقعدش ايه، ما يقعدش على الهارد وعلى السوفت. يبقى انت كل بص كل الاسامشن غير الداتا الاصليه بتاعته. تمام. ايه الاسامشن اللي انت خدتها في الاعتبار؟ يبقى انت قلت لنا هنا دي الخرسانه صح كده؟ بالظبط كده. طيب وبعد كده التشطيبات قسمتها لاربع شهور برقم قسمتهم يعني لنسب وثلاث شهور لرقم تاني. دي التشطيبات الداخلية؟ التشطيبات الداخلية. دي الخارجية؟ دي الخارجية. خلاص سميها كده كل بالظبط. الداخلية داخل فيها بقى الكهرباء والميكانيكا وكله. تمام. صح كده؟ تمام كده. تمام. يبقى اديتني هنا بعد كده التنفيذ السوبرفايزر كان مديهولنا بنسبة ان هو بيساوي 10% من السم التنفيذ. تمام. فاديتني 10% من ستريت لاين شغلتها برضه. خدت 10% من اللي قبليها من نفس من الاكتيفيتي. تمام. بعد كده الماركتنج كان مدينا الماركتنج 5% من المبيعات. فجبت المبيعات الاول. المبيعات عندنا اسعار اللي هي تحت موجوده. بالظبط. انت اعتبرت ان كده ان هو بيبيع كله اشتغل يونيفورم ستريت لاين. بالظبط كده. كله ستريت لاين يعني 12 شهر توقعت كل شهر هتبيع حاجه. بالظبط كده. ماشي برده دي اسامبشن. دي اسامبشن خدوا بالك لازم يكتبها لنا. تمام. يبقى انت من هنا جبت نسبه الماركت. تمام. بعد كده عملت الفاينانشال من غير كده الداتا الجيفن صح كده ولا لا؟ دي كده الجيفن. من غير كده الداتا الجيفن هو المشروع صغير. تمام. ندخل بقى ايه هنجيب هنجيب الكاش فلو صح كده؟ فاينانش. جبت هنا الكاش اوت كاش اوت كاش ان والنت كاش فلو والكوميوليتيف والبيج باك بيريود. وقع في غلطه اللي اكتشفها البيج باك بيريود عامله يير وومن. البيج باك بيريود ايه؟ لا مانس انا عدلتها في الورقه. عدلتها يعني؟ عدلتها في الورقه مانس وحتى دي مانس المفروض. ومتهيألي بص ومتهيألي طالما نزلنا على مستوى الشهر يبقى كفايه قوي انك تقول ست شهور. مش محتاجين التفاصيل الايه؟ التفاصيل الجامده دي. يبقى انا ايه كده؟ او اول مانس اول مانس. لانك انت برضو ايه؟ تمام؟ تمام. ها؟ بعد كده جبت الانترنال ريت اوف ريتيرن. غلط. المشروع ده هيدي 6% سنويا؟ لا شهريا. طيب القانون بتاع القانون ده سنويا. يبقى هتجيب التوتال بتاع السنه خانة واحدة يعني تجيب التوتال بتاع السنة وتقسمه على الانيشن يعني ده بتاع السنة يعني ده تجيب النت بريزنت فاليو بتاع خانة واحدة بس اقصد الانترنال ريت اوف ريتيرن بتاع زيرو بتاع خانة واحدة زيرو واحد زيرو واحد ازاي يا دكتور ممكن تقول لنا على المثال؟ انت ده شهور صح كده؟ والانترنال ريت اوف ريتيرن عندنا بتاع الاكسل ايه؟ انوال. يبقى انت ايه؟ انت انا اهو في فلوس انا هدفعها عند تايم زيرو والباقي ده كله محصل بعد مرور سنه سواء كوست زي المثال اللي احنا عملناه. بص كده فاكر الاكسل؟ يبقى انا عندي الزيرو ده الارض وال صح كده؟ الباقي بقى انا دفعت كوست كام؟ وجالي عائد كام؟ نرجع تاني عشان كده بنقول ده مشروعات صغيره. انا هقسمها ل 12 يا دكتور؟ ها؟ هقسمها ل 12 عشان اجيب كل واحد؟ لا 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 ده الانترنال ريت اوف ريتيرن سنوي انيوال 6% اما يقول لك رقم في السنه يبقى عندك زيرو واحد بس كده. السنه زيرو ده اللي اشتريت فيها الارض.
والسنة واحد انت نفذت وجالك العائد وكل. عايز حاجة اخد 3000 من الرقم اللي هم السميشن بتاعهم. اه تمام. ايه اللي خلاني بقول كده؟ لان الانترنال ريت اوف ريتيرن بتاع الاكسل انوال، يبقى ما ينفعش حاجه مانثلي يستخدم فيها انوال الا هتدخل بقى في تفاصيل شويه. تمام. طب وينفع التايم زيرو مش هنختلف عليه صح كده؟ بصوا لي كده انا هعمل ايه دلوقتي؟ اه انا هاخد، انا هاخد دي كده، سيبك بقى من البي باك بيريد. ها انا اخد دي كده اخدها تحت، لا انا اخد سنتين. ها ده مانسل اصلا؟ لا 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 انا اخليها سنتين، انا اخليها سنتين، انا اخليها سنتين اهو دلوقتي. ماشي بقى احطها لك فين؟ اجيب انزرت بس هنا. ده يا جماعه المقصود، المقصود الزميل ما يسيبش نفسه الاساينمنت الاخر، لان الاساينمنت موجود فيه افكار. يعني ايه ما بنقول لك اساينمنت؟ معناه بنقول لك خد بالك في افكار لازم يا حضرتك. طب انا عاوز اعمل انزرت كنسل الدوره دي. اه انا اسف. ماشي انقل بس دي كده لزميلك. يبقى احنا خدنا ايه حضرتك؟ خدنا دول اهو. اهو صح كده؟ صح كده اهو. بس هنيجي هنا بقى ايه؟ مش اشكال. ماشي؟ هنا كان ال 3000 تمام؟ اجمالي الكوست هنا كام؟ واجمالي الكوست هنا كام؟ نجيب التوتال، نجيب التوتال ما عدا ايه؟ ما عدا ال 3000. ما انت، ما انت جايب التوتال هو ده ايه دوت؟ ده التوتال. ده التوتال بما فيهم ال 3000؟ طيب اهو سميشن اجيبها هنا على طول كده اهو، ده يساوي السميشن بتاع مين؟ بتاع ده 11 ما دوش ايكوال هنا. ها صح هكتبها مش اشكال. بص لي كده يبقى هنا ايه 3 8 7 6 بوينت 4 6 مش 6 6 8 7 لا ما شلنا 3000. اه شلنا 3000 تمام تمام. جالك العائد هنا كام؟ 1 5 2 9 اصل انت لما بتقول هديك فايده 6% ده المشاريع دي المشاريع الكسبانه. فايه خدت بالك؟ اهو يبقى نيجي بقى هنا الانترنال ريت اوف ريتيرن هيساوي، اجيب النت الاول. ها دكتور هي ال 11500 المفروض تتحط في الكاش ان؟ اه صح. تمام كده؟ هنجيب بقى الانترنال ريت اوف ريتيرن مع بعض هيساوي طبعا يبقى فوق ال 30% اكيد يعني. يعني بتوع مدني يعني ما بيهزروش بصراحه. 15 ليه كده يا دكتور؟ احنا بنكسب بالدرجه دي؟ ما بيهرجوش. احنا بنكسب بالدرجه دي؟ على كده يا دكتور هناخد عين وحشه قوي. المبيعات غير طبيعيه. هي مش 500 متر. ده في جوه هذه البيانات نجيبها تاني اهو. السميشن ده مظبوط؟ هتشوف السميشن. استنى انا بص انا اعملها بص كده هجيب السميشن من هنا على طول. ماشي في هنا السميشن السم اهو. انا عاوزه يجيبها لي اوتوماتيك بقى. فين هنا التوتال كوست؟ انا عاوز السم بتاع ده بس اهو عشان بس ما يقولش ان انا لفقت له البيانات بالظبط. وده هيساوي لا الـ 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 الرقم ده مظبوط. انت يا دكتور في رقم غير طبيعي. ايوه طبعا ما هو ما انت هتقعد تظبط.
هتقعد تظبط. اعتبر ان هو بني على 500 متر مره واحده. نعم بني على 500. لا انا بعت انا لا راجع راجع الارقام ارقام سليمه راجع الارقام. تعالى تعالى نحسب 7000 ونص. بص طالما سنة واحدة سنة واحدة يا جماعة. بص هنا بص هنا بص هنا ركز معايا يا محمد. طب بص انت اشتريت انت دفعت في التايم زيرو 3 مليون جالك صافي 7 مليون وكسر يبقى 155% في ضوء الددن. طبعا لما قلت لي 6% الراجل اتخض 6% يا عم انا هحطهم في البنك احسن يعني. ادي الانترنال ريت اوف ريتيرن. طبعا هنا هنا عشان سنه واحده طبعا هنا لو سنتين نخليها سنتين نجمع اول 12 شهر في السنه الاولى وثاني 12 شهر في السنه الثانيه صح كده ولا لا؟ لازم كده. ولو ست شهور يا دكتور؟ ايوه يا دكتور يعني في السنه الاولى يبقى ست شهور في السنه الاولى اخدت سنه ونص يبقى سنه 12 شهر والسنه الثانيه ست شهور. لأنها دي ايه؟ انت عاوز تقارن الراجل عاوز يقارن نفسه بفايدة البنك. فايدة البنك ايه؟ سنوية. يبقى الراجل بيقارنها سنوية. تمام؟ انا اشكرك طبعا يعني ايه مجهود جميل بصراحة. يبقى انا خدت ده كده. في تحت بقى الاكنوميكال؟ عملنا الاكنوميكال تحت. تمام؟ برافو برافو. ماشي يا جماعة. ندخل بقى الاكنوميكال. وزعنا على 12 رقم دلوقتي صح؟ ايه؟ لا 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 دايما ده سنوي. تاني ايه هدفه؟ الراجل حاطط فلوسه في البنك، البنك بيديله شهري ولا سنوي؟ سنوي. خدت بالك؟ وزعنا بقى سعر الارض على مدار السنه، يعني 3 مليون قسمناها على مدار ال 12 شهر. ايوه جبت ايه؟ ماريو ناصر قيمه الارض تمام. نومك. تمام. اكنوميكال سهل العلم. اكنوميكال سهل. اكنوميكال سهل جدا. المباني عندك النقط بقى خلاص. هو المشكله في الكابيتال انفستمنت. بالظبط. المشكله في الكابيتال انفستمنت. تمام اشكرك اشكرك. طيب نشوف المجموعه الثانيه. اشكرك. الزميل ماشي صح. ماشي ده المقصود. انترنال ريت اوف ريتيرن. ايه الفيجر دوت؟ ده الفيجر بتاع البي باك البي باك اللي احنا رسمناه المره اللي فاتت. اه الشارت جايه مقلوبه. الشارت جايه مقلوبه. اه رسمها كده. تمام تمام. الاوفيس الاوفيس تمام. طيب وده الانترنال ريت اوف ريتيرن. دخلت اكونوميكال تمام. السؤال بقى هنا هل لو انا كملت داتا هيكمل؟ اه هيكمل. يعني انا لو جيت هنا لو جيت هنا اكمل فوق ما ده جد عندك. بص ظبط على سكيل اكبر بحيث ودخل سكيل قليل. تمام يعني انا اتمنى هنا ايه حضرتك ده داتا صح كده. ننزل بقى في الحسابات كده التوتال كوست. لا مفيش حاجه مش هيكمل. انا اقصد اعملها كامله بس. ماشي تمام. مجموعة دي كده تمام. في ده نشوف بقى الايه نشوف النتيجة على طول. طبعا انت التزمت بال 12 شهر. تنساش ان في اسامشن. ما تخليش حد يقرا الدراسة بتاعتك. يقراها كاملة. مش لازم بقى كل حاجة لازم نجيب فلان. طيب فين ال فين 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 الحسابات اللي انت حسبتها؟ كده؟ ما تحت بقى لا يمين يا دكتور تحت يمين تحت هي دي بقى. ده هنا انت برضه نفس الغلطه بالظبط. نفس الغلطه برافو عليك برافو عليك. طيب المجموعة التالتة بسرعة بقى خلاص. احنا ايه أهم حاجة بس الزميل يصلح أخطائه بحيث يبقى يعمل ايه بالظبط. آه الفايل ده هو دوت. حسابات دي اللي هو الداتا اللي اداها لنا صح كده؟ اه هي أول حاجة الأسامبشنز بقى. احنا يعني جبنا كمية الحديد والأسمنت بالخبرة كده من على النت يعني بنحتاج قد ايه لكل متر.
فضربناها طلعنا تكلفه الماتيريال. اللاند تكلفتها موجوده عندنا نفس الكلام التنفيذ والاشراف في الماركتنج. طيب انت استخدمت الحديد ده ولا اسمنت في ايه؟ التنفيذ داخل جوه الحديد. كده كاتب لك سعر التنفيذ 6000 جنيه في المتر. هو لخبطك في دي. هو كده كده المتر بيتكلف كذا. لعلمك الكل وقع في غلطه. الكل وقع في غلطه. ايه هي؟ التضخم. ان هو خد الاسعار بتاعه 2017. لازم الاول تزودها بالايه؟ تزودها بالتضخم. انفليشن ايه؟ ولو انت شركه متخصصه ما ينفعش يبقى انفليشن ريت عام. يبقى اكيد الانفليشن ريت بتاع الاسعار غير الانفليشن ريت بتاع الماتيريال غير الانفليشن ريت. خد بالك ال 11% ده عام. خد بالك احنا برضه عايزينك تبص ماشي. فكليه محدش خد الانفليشن ريت في الاعتبار. ايوه فدي برضه ايه من الحاجات اللي تاخد بالك منها. طيب حسبت ايه بعد كده؟ بعد كده حسبنا المبيعات. تمام. فين الاسامشن بتاعتك؟ نفس القصه بالظبط. اسامشن على ايه؟ وعندك الانترنال ريت محسوب غلط. ليه طيب؟ على 12 شهر برضه. ما احنا برضه هي 12 شهر. تاني القانون بتاع الاكسل ده انيوال ماشي. بس هو مش بيتوصفوا كل الداتا. لا انيوال لا يمنع يا جماعه. بص اخش في الاكسل اكتر خليه منصب. ده حاجه تانيه ماشي. بس القانون اصله ايه؟ يبقى احنا بنتكلم عليه. هو اعتبرها 12 سنه ماشي عشان كده النسب انخفضت. تمام اشكرك. طيب مين هيجيب الاستفاده؟ ماشي